صباح الخير عليكم مشاهدينا ومشاهدين قناة الرشيد الفضائية. يتجدد لقاءنا وياكم بحلقة جديدة من برنامج يوم جديد، حنكون متواصلين وياكم على مدار 3 ساعات من الوقت برفقة فقراتنا. خلونا بالبداية نذكر بمواقع التواصل الاجتماعي، من بعدها نتعرف على فقراتنا اللي حترافقنا لصباح هذا اليوم. فيسبوك نيو داي، تويتر نيو داي اي ال ار، يوتيوب الرشيد ميديا، والايميل الخاص ببرنامج يوم جديد نيو داي ات الرشيد ميديا دوت كوم. مشاهدينا الكرام، مشاهدون بحلقة اليوم من يوم جديد. شمام ورياضة صباحية وتمارين للرشاقة. ما هي أسباب التغيرات في ضغط الدم وما هي آثاره الصحية؟ في حديث مع الدكتور منذر الميالي. كيف نربي طفل لتكون شخصيته قوية وكيف ننمي مهاراته؟ هذا ما ستجيب عنه الدكتورة أمال إسماعيل. الفنان نصر شما في حفل موسيقي في المسرح الوطني في بغداد. عرض أزياء لمجموعة كوتشي في إيطاليا. توقعات الأبراج وحركة القمر في زودياك. إضافة مشاهدينا إلى فقرات البرنامج اليومية والثابتة وتقاريرنا المنوعة. أما الآن فرح نكون بأول فقرات نحو الطقس مع علي. صباح الخير عليك. صباح الخير شهد، وصباحكم خير وعافية مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. النشرة الجوية لهذا اليوم وتوقعات درجات الحرارة المسجلة في المحافظات العراقية والعواصم العربية والعالمية. نبدأها من المحافظات الشمالية في العراق اللي تشهد انخفاض بدرجات الحرارة، أيضا انخفاض تأثير منخفض الجو الموسمي الحراري، وذلك أدى إلى انخفاض بدرجات الحرارة في أغلب المحافظات العراقية. نبدأها من دهوك اللي تكون بها 38، وأربيل 35، السليمانية 36، ونينوى تكون 38 مع جو معتدل في كل المحافظات الشمالية. كركوك 42، وتكريت 35 درجة مئوية. أما في الأنبار 39، والرطبة 37 مع توقع تصاعد غبار في المناطق الغربية والوسطى من البلاد. بغداد وكربلاء نفس درجة الحرارة هي 42، وأديالة تكون أيضا منخفضة فيها درجة الحرارة قياسا بالأيام السابقة وسجلت فيها 42 درجة. أما بابل 41، واسط 43، والنجف أيضا 43. في الديوانية منخفضة 42، وذي قار والعمارة تشهد نفس درجة الحرارة هي 45 درجة. أما السماوة 43. وأخيرا في المحافظات الجنوبية، البصرة اللي تشهد أيضا انخفاض بدرجات الحرارة وسجلت فيها 44 درجة. من المحافظات العراقية ننتقل للعواصم العربية، نبدأ من الخليج العربي وبداية من مكة المكرمة اللي تكون بها 46 درجة، والمدينة المنورة 47. أما في مسقط تكون 34، ودبي 44، الدوحة 43، والمنامة 40، الكويت 50، مع وجود غيوم متفرقة في أغلب العواصم العربية. عمان 32، ودمشق 37، بيروت مع وجود غيوم متفرقة سجلت فيها 31. أما القاهرة هي مستقرة على 36 مع جو معتدل. إلى دول المغرب العربي، وبداية من طرابلس 26 مع وجود غيوم، وتونس 26، الجزائر 22، والرباط اللي نشاهد بها انخفاض بدرجات الحرارة وسجلت فيها 24 درجة مئوية. أخيرا في العواصم العربية، نواكشوط اللي تكون بها درجة حرارة 32 وهي مستقرة على هذه الدرجة لأيام.
من العواصم العربية انتقلتنا إلى العواصم العالمية، ونبدأها من لندن كالعادة اللي تشهد هطول أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة التي سجلت 13 درجة، أما في مدريد 17 وروما 20 مع جو مشمس. أما في باريس مع تساقط أمطار أيضا سجلت فيها 13 درجة، وأثينا 29، أنقرة 28 مع وجود غيوم متفرقة. موسكو اللي تشهد جو غائم سجلت فيها درجة حرارة 24، أما في طهران مع تساقط أمطار 27 درجة وإسلام أباد 43، أما في كابول 34 مع وجود غيوم متفرقة. إلى نيودلهي مستقرة على 45 درجة، وبكين اللي تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة سجلت 30 درجة. طوكيو 26، وأخيرا سيول اللي تكون بها مستقرة على 29 درجة مع وجود غيوم متفرقة. نعود إلى بغداد وحالة الطقس فيها، نبدأ من موعد غروب وشروق الشمس. سيكون غروب الشمس تمام الساعة 5:59 دقيقة، وشروقها اليوم غد بإذن الله تمام الساعة 5:51 دقيقة. أما سرعة الرياح المسجلة لهذا اليوم في بغداد ستكون 5 كيلومتر في الساعة، واتجاهها يكون 5.7، يكون اتجاه شمالي. أما مستوى الرؤية حيكون 10 كيلومتر، وهو المستوى الاعتيادي في الظروف الطبيعية. نسبة الرطوبة المتوقعة لهذا اليوم ستكون 27%، ونقطة الندى 11 درجة. أما الضغط الجوي يكون 1004، حالة القمر يكون 90%، ويكون تراجع الهلال. أخيرا درجات الحرارة الصغرى والعظمى المسجلة في بغداد اليوم غدا وبعد غد. اليوم العظمى 35 والصغرى 22، غدا أيضا 35 العظمى والصغرى منخفضة 20، وبعد غد 33 والصغرى 19 درجة مئوية. تابعنا معكم الطقس لهذا اليوم وتوقعات درجات الحرارة. نعود إلى شهد تكملة فقراتنا ومواضيع المنوعة. لك الجو يا شهد. شكرا لك علي. مشاهدين، بعد ما تعرفنا على درجات الحرارة لصباح هذا اليوم، راح ننتقل الآن حتى نتعرف على حركة السير بشوارع بغداد بفقرة بغداد الآن. مشاهدينا، ينضم لنا عبر الهاتف من علامة المرور العملية العاصمة بغداد العميد عمار. صباح الخير عليك. صباح الخيرات شهد. صباح الخير مشاهدين الكرام. شكرا لك، تسلم. سيادة العميد، يا ريت عرفنا على حركة سير بشوارع بغداد لصباح هذا اليوم من ناحية مناطق الكرك والرصافة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شوارع بغداد الكرك والرصافة هي تقريبا نفس ما عملنا يوم أمس، كثافات قرب بعض السيطرات فقط، البعض وليس جميع السيطرات. نعم. القطاعات اليوم يعني عندنا ضمن جانب الرصافة جسر مجسر بيروت فوق ساحة بيروت، هذا مقطوع ذهابا وإيابا لأغراض الصيانة، خطأ مؤقت لأغراض الصيانة. نعم. أما القطع جسر الأئمة يعني مدينة العظمية جهة كاظمية مقطوع لا زال لكن العكس مفتوح. الأعمال ضمن جسر الدورة باتجاه بغداد الجديدة لا زالت الأعمال موجودة. أيضا ما بين ساحة الواتق والفيضي عملية إكسار الشارع بصورة كاملة مقطوع. جانب الآخر أصبح ذهاب وإياب، ولذلك تكون هناك كثافة، هناك البعض من يتجاوز على المسارات الأخرى وذات تكون كثافة. عندنا صباحا كانت الكثافة موجودة ولا زالت البعض منها موجود، منطقة دمشق باتجاه جامع بنية والاستدارة على اليمين باتجاه الخارجية
ما عاد دخول مركبات للتفتيش الجرائد، تحدث عندنا كثافه ضمن هذا الموقع، ايضا طرق سيطره الزوراء، طرق السيطره شارع مطار المثنى، الكثافات لا زالت موجوده. مدينه الكاظميه والمداخل اكيد الكثافات موجوده مع تنقل المركبات. هذا فيما يخص شهد الشارع، ونأكد واحنا يوميا نأكد لمدة أصبحت قليلة الرابط اللي عملناه من خلالكم وخلال باقي القنوات، يا ريت أصحاب مركبات البحث الموقت بغداد يدخلون عليه ويدخلون معلوماتهم المالكين الفعليين للسيارات وليس المالك أو الحاز المثبت في ثانوية المركبة. نعم. شاكر لك شهد وسعد فدرج، ودعتكم السؤال أنا حاضر. شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من إعلام المرور العملي العاصمة بغداد العميد عمار، شكرا جزيلا. مشاهدينا بغداد الآن ننتقل لحركة الطائرات في مطار بغداد الدولي. مشاهدينا ينضم لنا عبر الهاتف من اعلام الخطوط الجوية العراقية استاذ صلاح تاي، صباح الخير عليك. صباح الخير في الشهد، صباح الخير اليك وللمشاهدين الكرام ولكادر الرشيد. شكرا وسلامات ان شاء الله، قالوا عندك وعكة صحية ان شاء الله، سلامات. الله يسلمك، تسلم لي كلك ذوق. استاذ صلاح، نتمنى تعرفنا على حركة المسافرين في مطار بغداد لصباح هذا اليوم وحركة الطائرات المغادرة والقادمة اذا تسمح. بكل سرور. في الشهد الرحلة الأولى انطلقت الساعة 6 صباحا من بغداد إلى مطار النجف الأشرف الدولي، ومنها مباشرة إلى أصفهان. في 7:15 أيضا غادرتنا رحلة من بغداد متوجهة إلى البصرة الفيحاء، ومنها مباشرة إلى بيروت. في 9:30 إن شاء الله بعد قليل ستغادرنا رحلة من بغداد متوجهة إلى إسطنبول، وعند 2:30 من بعد الظهر لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه عمان. نعم. في 4:15 لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه القاهرة، و5:30 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى أربيل ومنها مباشرة إلى السليمانية. نعم. 6 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى أنقرة، وعند 7:00 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى ماليزيا إلى كوالالمبور. في 8:00 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى فرانكفورت، وعند 9:00 رحلة بغداد الكويت. في 10:30 لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه مومباي في الهند، وعند منتصف الليل لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى المنامة. في الشهد بالنسبة للرحلات القادمة إلى مطار بغداد الدولي، هذا اليوم في 8:30 صباحا هبطت بسلام رحلة قادمة من دبي إلى بغداد. في 10:30 ننتظر رحلة قادمة من بيروت إلى البصرة ومنها إلى بغداد، وعند 1:15 من بعد الظهر لدينا رحلة قادمة من بيروت إلى بغداد مباشرة، وهي الثانية لهذا اليوم. في 14:00 لدينا رحلة قادمة من عمان إلى بغداد، والسادسة مساء رحلة القاهرة بغداد. في 7:30 لدينا رحلة قادمة من أربيل إلى السليمانية ومنها إلى بغداد، وعند 8:00 لدينا رحلة قادمة من أنقرة إلى بغداد.
التاسعة مساء لدينا رحلة قادمة من أسوان إلى مطار النجف الأشرف الدولي ومنها إلى بغداد، وعند العاشرة مساء لدينا رحلة قادمة من فرانكفورت إلى بغداد. في الساعة الحادي عشر مساء لدينا رحلة قادمة من الكويت إلى بغداد، وعند الثالثة والنصف فجرا لدينا رحلة قادمة من مومباي إلى بغداد، وهي الأخيرة بالنسبة للرحلات القادمة. في الشاهد أكيد نتمنى للأخوة المسافرين المغادرين والقادمين على متن طائرة شركة الطيران العراقية سعادة وسلامة الوصول. أكيد نتمنى السلامة لحضرتك ونتمنى سلامة الوصول لجميع المسافرين. أستاذ صلاح تاه من مطار بغداد الدولي، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم بتكملة فقرتنا، وصلنا لفقرة فتنس مع شمام يتابع. صباح الخير، اليوم رح نشتغل على عضلات المعدة والبطن بشكل عام. رح نستعمل اليوم الطابة، واللي ما عنده طابة فيها تعملهم من دونها. اوكي نبلش. ايدينا ورا راسنا، راح نعلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10. اوكي هالمرة رح نعمل مرة يمين مرة يسار، نحرك شوي خصرنا من الطرف. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. رح نعملها أسرع. 1 2 3 4 5 7 8 9 10. اوكي رح ننزل على الارض. رح نشتغل على عضلات البطن. اوكي نثبت ظهرنا على الارض، ايدينا نستعمله لنكون اثبت اكثر على الارض. رح نعلي 1، اللي ما عندها طابة فيها تعلي وتنزل إجريها بلا ما تكون حاملة بطابة. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رح نحط الطابة على الأرض، منعلي، نحط إجرينا على الطابة، رح نرجع نشتغل معدة. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي رح نحرك خصرنا على الطرفين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
9 10. بعد كمان مرة 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رح نرجع نلقط الطابة، نشتغل على عضلات البطن، أسفل البطن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Eight, 5, 4, 3, 2, 1. رح نعمل بعد 4. اوكي، ما تعلي ظهرك من هون، خلي ظهرك ثابت على الارض. اوكي، لتشتغل عضلات المعدة اكثر. عندي فيكي تفردي شوي ركبك. اوكي، برافو صبايا، مريح. اوكي، رح نرجع نقعد على الطاولة، نستعمل وزن، حيلا وزن فيكم تستعملوا. اوكي، نبلش. جاهزين صبايا؟ نبلش مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا كمان 10. اللي ما فيها تكمل ممكن تعمل عدد أقل. 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، رح نحاول نطلع مره يمين مره يسار. 2 نكون عم نشغل كل عضلات البطن. 3 4 5 6 7 8 9 10. آخر 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، رح نشيل الوزن، رح ننزل شوي لتحت، نريح ظهرنا. رح يكون ظهرنا كله على الطابة. اوكي، رح نرجع على المطلع، رح نرجع نلقط الطابة. هالمرة رح يكونوا متنيين ركبنا، نتني ومنفرد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، نرجع منعلي جرينا على الطابة مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كمان 10 9 8 7 6 5
5 4 3 2 1 على الطرفين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 10 أسرع شوي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي نرجع من الطابة نرجع لعضلات البطن مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي نريح شوي رح نجرب نعلي شوي ظهرنا اوكي رح نشيل الطابة بليز ماندي تحطي وراكي ثانك يو اوكي نبلش مع بعض مرة ايدنا اليمين مع ركبت اليسار وبالعكس نبدل 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي هلا بنعلي رجلينا ورا بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فينا نعمل أسرع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي نريح شوي ناخذ نفس نرجع على الارض هالمره ايد اليمين نفردها وراح نعلي فخذنا اليسار مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ما ننسى بس نفتح ايدينا ناخذ نفس وبس نعلي منفضي النفس اوكي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي منبدل من اليسار فوق نفرد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اخر 10 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10. اوكي هالمرة رح نثني ركبنا قد ما فينا ونعليهم ونرجع نفردهم على الأرض. اوكي رح نعلي على الأرض. اوكي 4 5 6 7 8 9 10. فينا نعلي فوق ونفردهم تحت. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي بنريح ظهرنا ركبنا بنشدهم على صدرنا. نعمل شوي ستريتشينج. ثاني طرف نفرد رجلنا قد ما فينا. اوكي رح ناخذ نفس. فقرتنا لليوم خلصت. يعطيكم العافية. صباحكم سعيد احبتنا المشاهدين، مستمرين وياكم وفقرات يوم جديد لهذا النهار. هنكون في الوقت القادم في جوله في عالم الصحافه لنتعرف على ابرز واهم ما تناولته صحافتنا المحليه الصادره لهذا اليوم في فقره كتبت بغداد مع الزميل حسن البياتي. صباح الخير. صباح الخير أنتم أيضا مشاهدين الكرام في تجول جديد بين أروقة صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم. نبدأ تجولنا كالمعتاد من صحيفة الصباح ونطالع أهم ما جاء فيها. الملكي أوضاع دول التغيير تهدد كياننا، نطالع تحت هذا العنوان. أكد رئيس الوزراء نوري الملكي أن المشهد السياسي والأمني وخطورة تداعياته في دول التغيير العربية يدعو إلى القلق بعد أن تشكل بصورة صراعات عابرة للحدود يغلب عليها طابع التطرف الديني والطائفي، وأخذ منحا عدوانيا إرهابيا يهدد كيان المجتمعات في داخل هذه الدول ومحيطها. وقال الملك في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي خلال مؤتمر العدالة الانتقالية في دول الربيع العربي إن إرثا ثقيلا قد خلفه النظام السابق لم يستثني فيه مكونا من مكونات العراق. وأشار الملك إلى أن العراقيين مصممون على تفويت الفرصة على الإرهابيين وعمليتهم التي تحصد أرواح الأبرياء منهم، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر الوطني للسلم الاجتماعي وتوقيع وثيقة الشرف الوطني من جميع مكونات الشعب العراقي يؤكد لغة الحوار وتعزيز الثقة المتبادلة وحتمية التعايش السلمي وتنمية ثقافة المواطنة وأسس البناء الديمقراطي للدولة. ونطالع أيضا مشاهدينا الكرام في الصباح المفوضية إعلان نتائج انتخابات كردستان العراق نهاية الأسبوع الحالي، نطالع تحت هذا العنوان. رجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعلان النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق نهاية الأسبوع الحالي، فيما دعا رئيس الإقليم مسعود البرزاني جميع الأطراف إلى احترام هذه النتائج. وقال البرزاني في بيان تلقت الصباح نسخة منه إن نجاح العملية الانتخابية نصر كبير لشعب كردستان وعلى جميع القوى السياسية والمواطنين الحفاظ على الهدوء والتآلف، داعيا الجميع إلى احترام نتائج الانتخابات. في غضون ذلك رجحت عضوة مجلس المفوضين في المفوضية جولشان كمال إعلان النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان
نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى عدم تسلم شكاوى حمر لغاية الآن، وإنما صفر وخضر من محافظتي السليمانية ودهوك. وذكرت جولشان في تصريح صحفي أمس إن ما نشر في وسائل الإعلام عن نتائج الانتخابات شيء اعتيادي لأنها تقديرات من المراقبين ووكالات الكيانات السياسية، مؤكدة أن الفيصل الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات هو المفوضية بعد إدخال البيانات وحسم الشكاوى. وفي الصباح أيضا مشاهدينا الكرام نطالع وإياكم، سياسيون أكدوا أنها تسعى لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار، واستنكار محلي ودولي للتفجيرات الوحشية في مدينة الصدر. نطالع تحت هذا العنوان، شيع أهالي مدينة الصدر صباح أمس جثامين ضحايا التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف مجلس عزاء في المدينة أمس الأول السبت، وأسفر عن استشهاد 45 شخصا وإصابة 230 آخرين. يأتي ذلك وسط تعالي أصوات الاستنكار والإدانة المحلية والدولية لهذه الأعمال الإجرامية التي تطال أبناء البلد، والصدمة من وحشية الهجمات ضد من فجع بفقدان أعز أو عزيز لهم. رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دان في بيان تلقت الصباح نسخة منه أمس الأحد المجزرة البشعة التي تعرضت لها مدينة الصدر وأدت إلى استشهاد وجرح العشرات من الأبرياء، مشددا على أن هذه الجريمة النكراء دليل واضح أن المؤامرة على العراق كبيرة وخطيرة، لأن مدبريها يسعون إلى إثارة الفتنة الطائفية وزعزعة الاستقرار في البلاد. كما دانت الأمم المتحدة أمس الأحد التفجير المزدوج الذي استهدف مجلس عزاء في مدينة الصدر أمس الأول السبت. من جانبها استنكرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد في بيان تلقت الصباح نسخة منه، استنكرت الهجوم الانتحاري الذي وقع في مجلس عزاء بمدينة الصدر، مؤكدة مواصلة واشنطن دعمها لحكومة وشعب العراق في محاربة الإرهاب باعتباره عدوا مشتركا. من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم في تصريح صحفي أمس إن الإرهابيين يسعون ومن خلال هذه الهجمات الإجرامية إشعال الفتنة الطائفية. مشاهدينا الكرام ننتقل من صحيفة الصباح إلى صحيفة الزمان ونطالع ما جاء في الزمان. توقيع تغيير الخارطة السياسية بدخول التيار الإسلامي وغوران على خط المنافسة، نطالع تحت هذا العنوان. رجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعلان نتائج الانتخابات لإقليم كردستان العراق نهاية الأسبوع الجاري وسط توقعات بتغيير الخارطة السياسية للقوى بعد دخول الأحزاب الإسلامية على خط منافسة الحزب الديمقراطي الكردستاني. فيما تتحدى حركة تغيير غوران الاتحاد الوطني الكردستاني بالاستحواذ على مقاعد أكثر في دورة البرلمان. وبدأت المفوضية في الإقليم مرحلة العد والفرز للنتائج تمهيدا لإعلان النتائج الأولية، وأكدت المفوضية أن سير عملية الاقتراع العام جرت بسلاسة تامة دون حدوث أي مشاكل. وأكد مراقبون أن نتائج الانتخابات ستشهد مفاجآت عن طريق بروز نجم التيارات الإسلامية في ساحة الحزب الديمقراطي الكردستاني وبروز حركة التغيير غوران في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني. فقد أعلن الاتحاد الإسلامي الكردستاني أمس عن إحرازه 186 ألف صوت، متوقعا أن تشهد تلك النتائج تغييرات بسبب استمرار عملية فرز الأصوات. وقال البرزاني في بيان أمس إن نجاح عملية الانتخابية نصر كبير لشعب كردستان وعلى جميع القوى السياسية والمواطنين الحفاظ على الهدوء والتآلف. مشاهدين الكرام وفي الزمان أيضا، الرئيس التركي يؤيد وحدة الأراضي العراقية، وزير الدفاع يصل طهران اليوم في زيارة رسمية، نطالع تحت هذا العنوان. يزور وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي طهران اليوم الاثنين على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من نظيره الإيراني العميد حسين دهقان. وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أمس إن الدليمي سيجري خلال مدة إقامته بطهران محادثات مع نظيره الإيراني وعدد من كبار المسؤولين حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وتابعت أن زيارة وزير الدفاع العراقي إلى إيران تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين.
إلى ذلك أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت في جميع المجالات. وذكر بيان حكومي أمس أن المالكي استقبل بمكتبه الرسمي أمس سفير دولة الكويت لدى العراق علي المؤمن بمناسبة انتهاء مهام عمله. من جانب آخر، قدم سفير العراق في أنقرة طلال جميل العبيدي أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي عبد الله جول. وقال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية أمس إن السفير والرئيس التركي بحثا بعد انتهاء مراسم تقديم أوراق الاعتماد العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف أن جول أعرب عن حبه وتقديره للعراق ورغبة بلاده في تطوير العلاقات معه، مؤكدا مواقف تركيا المؤيدة لسيادة ووحدة الأراضي العراقية. مشاهدينا الكرام، ننتقل من صحيفة الزمان إلى صحيفة الدستور ونطالع ما جاء في الدستور. بغداد تطارد سيارات مفخخة وانتحاريين ومعلومات للمخابرات تغلق الخضراء، نطالع تحت هذا العنوان. توقعت مصادر أمنية رفيعة استمرار الهجمات بالسيارات المفخخة على مناطق بغداد رغم الإجراءات المشددة واكتشاف معامل لتفخيخها. وقالت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها للدستور إن القوات المسلحة فرضت أمس إجراءات مشددة في قطعي الكرخ والرصافة، وأعلنت حالة الاستنفار في كافة القطعات وخصوصا في مناطق جنوب بغداد كالسيدية والدهرة. وأوضحت المصادر أن الاستنفار جاء على خلفية ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود سيارات مفخخة وانتحاريين دخلوا العاصمة لاستهداف مناطق محددة منها وخاصة أماكن تجمعات الناس. من جهتها، أعلنت قيادة عمليات الرافدين في محافظة ذي قار نشر قطعاتها العسكرية في صحراء الناصرية وجميع المواقع الحيوية لا سيما مواقع الشركات النفطية. من جهتها، كشفت قيادة عمليات دجلة تشكيل ما سمته خرقا استراتيجيا لشبكة العنكبوت التي تنظم هيكلة القاعدة داخل محافظة ديالى. وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير الزيدي إن المفارز الاستخبارية نجحت على مدار الأشهر الماضية في تسجيل خرق استراتيجي لشبكة العنكبوت التي تنظم هيكلة تنظيم القاعدة وتوزيع الأدوار بين قياداتها وخلاياها المسلحة الموجودة في بعض مناطق محافظة ديالى. وننتقل من صحيفة الدستور إلى صحيفة الزوراء ونطالع ما جاء في الزوراء. شباب بملابس أنيقة وقصة شعر حديثة ينفذون التفجيرات، لجنة أمنية، ضباط مندسون يقودون سيارات مفخخة لعبور السيطرات. كشفت اللجنة الأمنية في حكومة بغداد المحلية عن تورط ضباط وجنود مندسون في الأجهزة الأمنية بعمليات إيصال المفخخات إلى الأماكن المراد استهدافها، مبررة الانتشار الأمني للقوات الأمنية لورود معلومات بوجود مفخخات وأحزمة ناسفة في أحياء العاصمة. وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية فاضل الشويلي للزوراء إن العجلات المفخخة بعضها تفخخ داخل المناطق التي يراد التفجير فيها وأخرى تمرر عبر نقاط التفتيش بتورط ضباط وجنود. وأشار إلى أن هناك ضباطا مندسين يسهلون عمليات مرور المفخخات وآخرون يقودونها بالتنسيق مع جنود ويوصلونها إلى المكان المستهدف من دون عناء. وأوضح الشويلي أن بعض الضباط زودوا أشخاصا يعملون لديهم بهويات مزورة تمكنهم من تمرير المفخخات عبر نقاط التفتيش مقابل مبالغ مادية دون مسكها، مبينا أنه عند دخولك مدينة الصدر تحتاج ساعة إلى ساعة ونصف لاجتياز نقاط التفتيش، ما يعني صعوبة دخول المفخخة ما لم يشترك بإدخالها عناصر أمنية. يبدو أن هذا الخبر لا يحتاج إلى تعليق. نواصل قراءة صحفنا لهذا اليوم وننتقل إلى صحيفة الصباح الجديد ونطالع. الملكي يأمر كبار الضباط بالتحقيق في اغتيالات الجنوب. أوعز مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري الملكي أمس الأحد بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في حالات الاغتيال التي طالت عددا من أبناء المكون السني في المحافظات الجنوبية، في حين كشفت وزارة الداخلية عن تورط جهات لم تسمها بهذه العمليات، مؤكدة أنها تسيطر على الوضع الأمني ولن تسمح بعودة الاقتتال الطائفي إلى البلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن
إن وزارة الداخلية شكلت لجنة تحقيقية عليا من كبار ضباطها للتحقيق في ملابسات حوادث جرائم الاغتيالات التي وقعت في محافظتي البصرة وذي قار، موضحا أن هذا التوجه جاء تنفيذا لأوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. وشهدت البصرة وذي قار في الأيام القليلة الماضية حالات اغتيال ذات طابع طائفي نزح على إثرها عدد من عائلات عشيرة السعدون إلى محافظة صلاح الدين، في حين أعلن الوقف السني عن إغلاق الجوامع التابعة له في جنوب البلاد خشية من تعرضها إلى هجمات إرهابية من مجامع خارجية أو خارج عن القانون. وأيضا في الصباح الجديد، التقديرات الأولية لنتائج انتخابات الإقليم الديمقراطي 42 مقعدا، تليه التغيير 22 والاتحاد الوطني 18 مقعدا، نطالع تحت هذا العنوان. كشف مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البرزاني عن حصول حزبه على 42 مقعدا، فيما حصلت التغيير على 22 مقعدا والاتحاد الوطني على 18 مقعدا في النتائج الأولية خلال الفرز الذي أجري صباح أمس الأحد بحسب وكالة أنباء بيامرير. وقال رئيس المفوضية سربست مصطفى في مؤتمر صحفي عقده بأربيل إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 73.9%، وأضاف أن نسبة المشاركة في أربيل بلغت 71.7% وفي السليمانية 73%. أما دهوك فحققت نسبة مشاركة أعلى بواقع 76.4%. مشاهدينا الكرام، وفي الصباح أيضا، العراق يبرم عقدا مع كوريا لتنفيذ محطات تحويل كهربائية، نطالع تحت هذا العنوان. أعلنت وزارة الكهرباء أمس الأحد عن إبرامها عقدا مع شركة كورية بقيمة 72 مليون دولار لتجهيز محطات تحويل كهربائية في عدد من المحافظات. وقالت الوزارة في بيان لها إنها أبرمت عقدا مع شركة هيوسونغ الكورية الجنوبية لتنفيذ مشاريع محطات تحويل كهرباء في عدة محافظات. وأضاف البيان أن العقد يشمل مناطق الحمزة وعفج في محافظة الديوانية والخضر بميثة في محافظة المثنى بطاقة 132 بأسلوب المفتاح الجاهز، مشيرا إلى أن كلفة العقد بلغت 72 مليون دولار. سادتي الكرام، نعود من جديد إلى صحيفة الصباح، لكن هذه المرة إلى الصفحة الأخيرة والمنوعة لنطالع. التقرير المناخي الجديد يثير القلق، نطالع تحت هذا العنوان. من اشتداد الحرارة إلى ارتفاع منسوب البحار وذوبان الثلوج، يعرض خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الأسبوع المقبل تقريرهم الجديد بعد 6 سنوات على تقريرهم السابق، بانتظار التوصل إلى اتفاق جديد حول المناخ في العام 2015. والجزء الأول من هذا التقرير الممتد على 4 أجزاء حتى تشرين الأول 2014 سيعرض في 27 أيلول في ستوكهولم، وهو سيؤكد مسؤولية الإنسان عن الاحترار فضلا عن اشتداد بعض الظواهر المناخية القصوى وارتفاع إضافي في منسوب مياه البحار، بحسب نسخة مؤقتة من التقرير حصلت عليها وكالة فرانس بريس. وأكد نائب الرئيس الأمريكي السابق الجور منذ فترة وجيزة أن الأزمة قد تفاقمت منذ العام 2007، معتبرا أن الظواهر المناخية القصوى المرتبطة بالأزمة المناخية اشتدت وتزايدت بحيث بات يتعذر تجاهلها. ومن أخيرة الصباح ننتقل وإياكم إلى أخيرة الزمن ونطالع ما جاء في أخيرتها. ناشطات سعوديات يطالبن إعطاءهن الحق بقيادة السيارات، نطالع تحت هذا العنوان. أطلقت مجموعة من الناشطات السعوديات حملة جديدة للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة في المملكة، التي تفرض حظرا على قيامها بذلك بعد عدة محاولات قمنا بها على مدى سنوات من دون أن يحققن أي نتيجة. وقالت الناشطات في بيان أمس تحت عنوان قيادة المرأة للسيارة اختيار وليس إجبار، وقع عليه أكثر من 5500 امرأة ورجل، بما أنه لا يوجد مبرر يقتضي أن تمنع الدولة السعودية المواطنات البالغات اللواتي يتقن قيادة السيارة من القيادة. ومن أخيرة الزمان ننتقل وإياكم إلى أخيرة الدستور ونطالع أنا الأسد في بغداد، نطالع تحت هذا العنوان.
تستعد الفرقة الوطنية للتمثيل في دائرة السينما والمسرح لتقديم مسرحية الأطفال أنا الأسد في محاولة الانتشال مسرح الطفل من السبات الذي استمر أكثر من 6 سنوات ليعود من بوابة بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013. المسرحية تأليف الفنان مثال غازي وإخراج الفنان أبكر نايف ويجسد شخصياتها الفنانون إنعام الربيعي وإياس خضير وقاسم السيد ومهند الأمير وعلي نجم الدين وعسل عماد وصلاح منسي. وقال مؤلفها الكاتب مثال غازي أنا الأسد عمل مسرحي للأطفال وهو على غرار حكايات كليلة ودمنة لابن المقفع حيث أن كل أبطال المسرحية من الحيوانات. ومن أخيرة الدستور ننتقل إلى أخيرة الزوار. وزير النقل البريطاني ينتظر القطار. نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وزير النقل والمواصلات البريطاني ويظهر فيها وهو يقف بانتظار القطار مثل أي مواطن بريطاني آخر. وفي التفاصيل التي كتبت أو كتبت تعليقا على الصور: الساعة 6 صباحا في لندن، الجو شديد البرودة، وزير النقل والمواصلات البريطاني ينتظر القطار ليذهب إلى مقر عمله، وعند وصول القطار لم يجد مقعدا شاغرا ليجلس عليه فقضى الرحلة واقفة. أيضا هذا الخبر لا يحتاج إلى تعليق. وإلى أخيرة الصباح الجديد ونطالع: نصير شمه يحيي السلام في يومه العالمي. نطالع تحت هذا العنوان: أحيا الموسيقار نصير شمه أولا أمس على المسرح الوطني أمسية موسيقية عراقية خالصة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام في حفل أقامته وزارة الثقافة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد شمه في مؤتمر صحفي سبق الأمسية أن الدول التي تعاني من الحروب والأزمات أحوج ما تكون للاحتفال بيوم السلام العالمي، ودعا إلى استحداث بيت للعود في العراق والتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز ثقافة السلام لدى الأطفال من خلال المناهج التعليمية. سادة الكرام، انتهت جوالنا بين أروقة صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم. عودة من جديد إلى يوم جديد والزميلة زهراء، لكن قبل العودة نشاهد معا هذه الصورة الكاريكاتيرية. أحبتنا المشاهدين، مستمرين وياكم وفقراتنا وتقاريرنا لهذا اليوم. حنكون مع أول تقرير وهو عن حفل الفنان الموسيقار نصير شمة، فنتابع التفاصيل. وأخيرا روى نصير شم شيئا من ظمأ عشاقه وجمهوره الذي طال انتظاره في يومسية لم تخلو من الإثارة، حيث قدم مجموعة من مؤلفاته بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال التراثية، وذلك مع فرقة أوركسترا السر التي أسسها منذ 3 سنوات والمتكونة من 35 عازفا. طاب صباحك بغداد وطابت أيام العراق إن شاء الله. اليوم احنا قدمنا من بغداد عاصمة السلام يوم السلام العالمي، وبشرف قدمت أوركسترا السر، أوركسترا أسستها في مصر بقيادة الفنان سعيد كمال، وأردت أن أولا يشوفوا الشعب العراقي ويشوفوا الجمهور الرائع اللي حاضر اليوم، وأيضا أن الشعب العراقي شوية يتنفس هواء الموسيقى وهواء السلام.
المهم هو هذه المفارقة، أن في بغداد السلام وفي يوم السلام العالمي تصر وزارة الثقافة، دائرة السينما والمسرح ودائرة العلاقات الثقافية على أن ينعقد هذا المؤتمر وهذا الكرنفال الثقافي المعرفي الكبير، طبعا بالتنسيق والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة مكتب بغداد، وهو يأتي حصيلة جهود أشهر من المتابعة والتحضير والاستعدادات. هذه هي المرة الثانية. في العام الماضي أيضا عقدنا نفس الفعالية وكانت بحضور الموسيقار العراقي الكبير نصير شمة، لكن هذه المرة يأتي الموضوع على نحو مختلف، استعدادات أكبر. يعني هذه رسالة واضحة بأن بغداد هي مدينة السلام الحقيقية، خصوصا وأن الجمهور الذي يحضر هو جمهور نخبوي، جمهور يمثل ثقافة عراقية متأصلة ومتجددة. حضور الفنان نصير شمة الذي له تأثير ليس محلي وإنما عربي ودولي سيعطي ثمرة جديدة لهذه الثقافة العراقية. اليوم تنطلق بغداد من جديد كما كانت تنطلق، وبالتأكيد سيكون المستقبل زاهر وزاخر للثقافة العراقية، للفن العراقي، للأدب العراقي. العراقي يستحق أن يكون دائما في المقدمة، وأنا أحيي كل من حضر وأحيي الفنان نصير شمة. حشود كبيرة من الجماهير ملأت قاعات المسرح الوطني، وجاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم السلام العالمي الذي أقامته وزارة الثقافة العراقية وبالتعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اختار المنظمون الموسيقى لإحياء هذه المناسبة. العالم أجمع بيوم السلام العالمي، نتمنى لكل العالم، لكل شعوب العالم أن يرفلوا بالسلام وأن يبتعدوا عن العنف وأن يبتعدوا عن الحروب وعن الدمار. اليوم العراق يشهد مسرحا جديدا ويشهد مشهدا جديدا في ثقافته وفي عطائه وما يقدمه من نموذج رائع في الاقتداء، وخصوصا وهو يحتفل بيوم السلام العالمي. نصير شمة الموسيقى والعراق أولا، أكيد أن يكون نصير شمة اليوم على خشبة المسرح الوطني شيء رائع وشيء كبير بالنسبة لنصير شمة وبالنسبة للمسرح الوطني. يعني بالنتيجة وجود نصير اليوم بين جمهوره وبين أهله وناسه ومحبيه، هذه فرصة له وفرصة لهم. يعني نصير الآن أصبح ماركة مسجلة، نصير الآن أصبح اسم كبير له حضور على المستوى العالمي ليس على المستوى العربي ولا العراقي فقط. أنا كأي عراقية حاليا موجودة هنا، يعني كل شرف أنه أكو هيك شخصية عراقية متمثل العراق خارج العراق، وبنفس الوقت كلش حلو أنه إحنا حاليا ضمن هاي الأوضاع دا نحتفل بيوم السلام العالمي ببغداد، لأنه أكيدا راح تبقى دائما بغداد هي دار السلام وراح تبقى هي عنوان السلام. المآسي التي عاشها العراق في العقود الماضية كانت حاضرة في المعزوفات التي قدمها نصير شمة، حيث تنوعت تلك المعزوفات لتحمل عناوين مختلفة استطاعت أن تجمع وتوحد جميع الطوائف العراقية. أرشد الحاكم، قناة الرشيد الفضائية، بغداد. تبقى الموسيقى هي رسالة محبة وسلام إلى العالم أجمع، ومن تكون من دار السلام حيكون لها وقع وتأثير أكبر، بالأخص بأن فناننا الموسيقار نصير شمة تحامل على آلامه وعلى مرضه وأصر أن يكون في بغداد ويشارك في يوم السلام ويحتفل به من أرض بغداد الحبيبة. نتمنى له الشفاء التام والقريب إن شاء الله، ويستمر بالإبداع ويرفع رأس كل العراقيين.
أحبتنا مستمرين وياكم وفقراتنا لهذا اليوم. فقرة شلون صحتك حنتحدث عن ضغط العين ما بين تأثيراتها ومخاطرها، وحديثنا حيكون مع ضيفنا الدكتور مهند نعيم الميالي اختصاص طب عيون. أهلا بكم من جديد أحبتنا، ضمعنا في الاستوديو ضيفنا الدكتور مهند نعيم الميالي. صباحك سعيد دكتور. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم، نورتنا وسعيدين بوجودك دكتور. حنتحدث اليوم عن ضغط العين، ياريت بالبداية نعرف المشاهدين ما هو ضغط العين. ضغط العين أو الجلوكوما هي الداء الأزرق أو الماء الأسود، هي كلمة إغريقية الأصل. نعم. هو معناه الشلال الأزرق. بعض المرضى اللي يعانون من هالات زرقاء نتيجة ارتفاع ضغط العين، فتوهم للناس انه هو الداء الازرق، انه مي الازرق في العين، فهو بالحقيقة الماء العين هو ماء صافي. فارتفاع ضغط العين هو الى مثل ضغط الجسم الى معدل من 10 الى 20 انه طبيعي، يختلف بين عمر الانسان من شخص الى شخص. ضغط العين الى تأثيرات ممكن تؤدي لا سمح الله إلى العمى. يعني بعيد عن السامعين إن شاء الله السلامة للجميع، مستمرين وحديثنا وتفاصيل أخرى نخوضها عن موضوعنا اليوم، لكن الآن لو سمحت عندنا تقرير يخص موضوعنا أعد زميلنا أرشد الحاكم فلنتابع. ارتفاع ضغط العين من الأسباب الرئيسية المؤدية للعمى في جميع أنحاء العالم لا سيما للكبار في السن، إذ يجب الكشف والعلاج المبكر عن ارتفاع ضغط العين لتفادي الإصابة بالعمى. ارتفاع ضغط العين اسم يعطى لمجموعة من الأمراض التي تصيب العين والتي يسبب تلف العصب الواقع في مؤخرات العين، العصب البصري الناقل للصور التي نراها إلى الدماغ. يؤمن الكثير من الأشخاص أن ارتفاع ضغط العين له صلة بالضغط الحاصل داخل العين، كلما ارتفع الضغط داخل العين كلما زادت مخاطر تلف العصب البصري. العصب البصري ككيبل الكهرباء يحتوي على العديد من الأسلاك، وكلما ارتفع ضغط العين يمكن أن يتلف ألياف العصب مسببا تطورا لنقاط العمى. وفي معظم الأحيان لا يلاحظ المرضى نقاط العمى المسببة حتى تتلف معظم الأعصاب البصرية مسببة العمى. الكشف المبكر والمعالجة من قبل طبيب العيون هو المفتاح الرئيسي للوقاية من تلف الأعصاب. ومن أسباب ارتفاع ضغط العين وجود سائل شفاف داخل العين يتدفق داخل وخارج العين، وليس لهذا السائل علاقة بالدمع الواقع خارج سطح العين. فإذا كانت منطقة التصريف لهذا السائل في العين مسدودة يزداد تجمع المياه في العين مما يؤدي إلى تلف العصب البصري. ويحدث مرض ضغط العين عند التقدم في السن، حيث تقل كفاءة أنبوب التصريف أو زاوية التصريف في العين مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط العين. ومن أعراض هذا المرض رؤية غير واضحة مع الألم حاد في العين، يرافقه ألم في الرأس مع وجود ألوان قوس قزح حول الضوء عند النظر إليه. أرشد الحاكم مستمرين وفقرة شلون صحتك وحديثنا عن ضغط العين، وهذه دعوة لكل مشاهدين اللي حابين يوجهون أسئلتهم واستفساراتهم لضيفنا الدكتور مهند نعيم الميالي اختصاص طب عيون، وممكن تكون المشاركة عبر أرقام الهواتف اللي تظهر أسفل الشاشة. دكتور نعود لحديثنا وموضوعنا، عرفت للمشاهد ما هو ضغط العين، نقدر نعرف أكثر كيف يكون التغيير واضح باختلاف مستوى الضغط الطبيعي ويكون الأعراض عندما تختلف عنها من يكون بارتفاع أو هو يشهد أيضا انخفاض مثل ما يحدث بضغط الدم أو فقط هو في ارتفاع؟ وعادة فقط في ارتفاع، في ارتفاع، بس مع الأسف أنه يسمى هذا المرض اللص الخفي أو اللص القاتل، لأن عادة أغلب المرضى ما يشعرون بأي أعراض، ما تكون واضحة، ما يكون واضحة تماما، يعني خاصة لهذا أنه منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية أنه تشرط على بعض المراكز الصحية أنه
ترسل المرضى لأخصائي العيون بعد 40 سنة لقياس ضغط العين. العلامات ممكن اللي تسبب ضغط العين إنه إذا كان بعض الأحيان إذا كان أكثر من 30 معدل العين مثل ما ضغط العين الطبيعي من 10 إلى 20، من 20 إلى 30 عادة ما يسبب أي علامات أعراض، أما بعد 30 ممكن يسبب وجع بالعين مع مصاحبة صداع في الرأس في مقدمة الرأس. أكو أنواع من ضغط العين هي طيب المسببات. عفوا يعني ذكرت أنت يكون معدل الطبيعي ما بين 10 إلى 20 ضغط الدم، من 20 إلى 30 ما تكون لها أعراض، لكن هي تندرج ضمن ارتفاع ضغط العين أم يكون طبيعي يعني؟ لا تندرج من ضمن ارتفاع ضغط العين، إلا أنه بعد فحص دقيق من الأخصائي العيون تصاحب مع أنه سماكة القرنية، وهي أحدث ما توصل إنه العلم إنه لازم يرتبط ضغط العين مع سماكة القرنية اللي ما كانت موجودة، بالإضافة إلى فحص قاع العين، فحص العصب البصري، بالإضافة إلى إنه ضغط العين يكون نفسه، فحص المساحة البصرية. فهذه كلها تعتمد على أجهزة تكنولوجيا متقدمة تتطور تطور. يعني يكون الارتفاع يعني يتجاوز ال30، ذكرت حتى تبدي اعراض، ما هي الاعراض؟ ممكن المصاب بارتفاع ضغط العين ما يحس بها اذا كانت ما بين ال20 وال30، لكن من تتفاقم الحاله حتكون لها اعراض. ممكن يعني حتى في بعض الاحيان انه اذا المريض حتى بعد انه ضغط ارتفاع ضغط العين بعد ال30 نسبه منهم ايضا ما يشعر بها، بس اذا العلامات اللي يحس بها انه دائما يحس انه هاله سوداء داير مداير المساحة البصرية، يكون الإنسان دائما مشى بالشارع في ناس يكون يتخطخ يمنى ويسرى، من عدم توازن يكون عنده، مو عدم توازن وإنما عدم رؤية تكون غير واضحة بالضبط، يعني المساحة البصرية تقل تضعف عنده، يكون بس المركز واضح للنظر يكون 6 على 6، بس لكن فحص المساحة البصرية ضروري يكون متأثر بضغط العين، لهذا اللي نسميه اللص الخفي، لأن أول ما تبدي المساحة البصرية من الجوانب والأطراف وبعدين آخر شيء تصل إلى المركز. أغلب التشخيصات لضغط العين هي تتم عن طريق الصدفة أو الفحص الروتيني للعين. ممكن الأعراض يجي منها هي سبب من الصداع، ممكن مثل تفضل بالبرنامج قواس قوس قزح أو هالات يشوفوا حتى ألوان بالضبط بالضبط، يعني خاصة بالإضاءة القوية يشوف إنه هاي الهالات. فننصح يعني إنه بعد 40 سنة إنه فحص دوري على الأقل كل 6 شهور أو كل سنة فحص كامل للعين بالإضافة إلى إنه ضغط العين. طيب دكتور يا ريت توضح لنا الأنواع، ذكرت قبل قليل ضغط الدم بأنواع، ما هي هذه الأنواع؟ تكون هي باختلاف الدرجات لو تكون مختلفة أعراضها عن الأخرى أو مسبباتها مختلفة عن الأخرى؟ هو نوعين، يعني إحنا تعتمد على الزاوية بين القرنية العين وبين القزحية. إذا كانت الزاوية المفتوحة فيسمى هو هذا اللي نخاف منه، إنه تكون زاوية مفتوحة بين القزحية والقرنية القناة المفتوحة، فهذا يكون مثل المرض مزمن. النوع الأول يكون نوع مزمن؟ نوع المرض مزمن يعني، وعادة يصاحب مع ممكن مع قصر النظر، يعني في بعض الأحيان شافوا أنه بالدراسات أن قصر النظر ممكن يسبب ارتفاع ضغط العين في الزاوية المفتوحة. أما الزاوية الحادة أو ارتفاع ضغط العين الحاد يكون لا، أعراضه واضحة جداً، ومجرد أنه تنغلق الزاوية حيرتفع ضغط العين بشكل كبير جداً، بعض الأحيان أكثر من 40 إلى 50، فيسبب وجع بالعين ويسبب تقيؤ للمريض همين، بالإضافة إلى صداع جدا قوي. وهذا العلاج عن طريق قطرات وعن طريق ليزر. طيب دكتور، هي بالحالتين المريض ايش قد يعني حيقدر يتحمل هذا الالم؟ اذا ذكرتي حيكون النوع الاول ما بيعرض، النوع الثاني حيكون اعراضه تصل الى صداع مستمر او يكون حتى تقيؤ مع يعني الم في العين، ممكن هي تتشابه مع اعراض اخرى لو هي حتكون واضحه جدا؟ هي تكون واضحه جدا، يعني اول ما صداع مختلف عن الصداع الاعتيادي بالضبط، بس يصاحبه الم شديد في العين وعدم رؤيه، يعني انه
درجة النظر تقل جدا يعني مع درجة الارتفاع ضغط العين. فهذا يكون إنه المريض يعرف إنه السبب هو العين. هو العين بالضبط. طيب دكتور في كل نوع هناك أسباب لهذا الحالة المرضية أم هي الأسباب مشتركة للنوعين؟ لا قلنا المرض ضغط العين نتيجة حالة الزاوية المفتوحة مفتوحة هي أسبابها معروفة يعني أكثر يكون تقدم في العمر يعني بالإضافة إلى أنه ممكن المي الأبيض إذا اكتمل ممكن يسد يعني أنه يزيد هذا الشيء بالإضافة إلى أنه ممكن نتيجة ضربة أو نتيجة عمليات سابقة بس من أكثر الأسباب هو نتيجة تقدم العمر. أكو قنوات هذه القنوات تصرف الماء بداخل العين إلى أوردة وشرايين هذه نتيجة تقدم العمر ممكن تضيق هذه القنوات نتيجة تضيق يعني يستقر الماء داخل العين يسبب ضغط على قاع العين وعلى الألياف البصرية الموجودة في العصب البصري بالإضافة هذه إلى تؤدي إلى ضعف النظر وضعف النظر في المساحة البصرية ولا سمح الله تؤدي إلى العمى. فيما يخص الحاد النوع الحاد حتكون فقط قصر النظر هو المسبب الوحيد لو ممكن أسباب أخرى؟ لا بالزاوية الحادة عادة السبب يكون عادة التهابات في داخل العين يمكن التهابات القزحية في نوع من أنواع أنه صغر العين يؤدي إلى أنه الزاوية تقل عن درجة 45 أو 30 درجة أحياناً إلى تصل إلى أقل من 10 درجات وهذا النوع اللي يحتاج إلى تدخل طبي وتدخل جراحي مثل هذا المريض يكون يبين أنه الحمار بالعين ووجع في وآلام في العين وارتفاع ضغط العين بالإضافة إلى أنه التقيؤ هذا يستوجب أنه دخول المستشفى بالإضافة إلى علاج طبي ومع العلاج الطبي يحتاج إلى بالليزر أنه فتحة في القزحية كمادة يعني نفتح كمادة تصريف للماء السائل داخل العين. طيب يعني هذا الارتفاع الحاصل بالعين بالنوعين هيبين اختلاف بشكل العين لو يبقى شكلها طبيعي بدون ما يأثر عليها يكون أما يكون بها ضمور أو يكون بها يعني حتى الأجفان ممكن تهطل احنا نشوف دائما مشاكل العين تكون راسا واضحه يعني اي مرض اخر حتى اذا كانت حساسيه بسيطه حتغير شكل العين بالضبط مثل ما انه قلنا السبب ضغط العين نتيجه عن اغلاق الزاويه راح يكون الاعراض واضحه جدا يعني انيه لكن مع الاسف في ناحيه انه الزاويه المفتوحه هذا حيكون مثل ما تفضل انه لصخه في انه ما يشعر به المريض إلا انه ممكن يجينا مرضى الى مراحل متقدمه وما كان يشعر انه عنده ضغط العين فلهذا أنه يجب توعية للناس أنه فحص ضغط العين بعد 40 سنة على الأقل كل 6 شهور ضروري جدا جدا يعني. طيب ما بين النوعين أيهما يكون أخطر أكثر خطورة نوع الزاوية المفتوحة من الزاوية الحادة هو الأخطر الزاوية المفتوحة لأن هو المريض عدم وجود أعراض أما الزاوية الحادة ممكن يسبب أنه العمى في حالة أنه إهمال نفس المريض أو الإنسان أنه موجود وجع العين وما يراجع أي طبيب يعني دكتور أفهم من كلامك بالحالتين ممكن نوعين يوصلون إذا كان إهمال وعدم علاج مبكر يوصل إلى مرحلة العمى؟ مرحلة العمى الألياف البصرية الوحيدة الخلايا في جسم الإنسان اللي ما ممكن علاجها أنه الخلايا الألياف البصري موجودة في العصب البصري تصل إلى 1,000,000 وحدة بصرية هذه أي تلف فيها لا يمكن رجعها بالعلم الحديث حاليا ماكو أي دراسة ثبتت أنه ممكن استرجاع أي تلف لكن العلاج والتدخل الطبي هو إيقاف استمرار التلف يعني وقفها يعني المريض يحافظ على بصره وعلى يعني صحة عينه بالحد اللي وصل له عند اكتشاف أو تشخيص المرض بس الصعوبة يرجع لوضع الطبيعي بالضبط يعني بالضبط. يعتبر شيء مزمن أو خلاص توقف يعني هذه المدى الرؤية أو مساحة البصر تلف مع الأسف تلف دائم بالحالتين تلف دائم بالحالتين إذا أكو أي تلف بالأعصاب تلف دائم تلف دائم مع الأسف لهذا إحنا ننصح أنه ضروري فحص ضغط العين
ضروري. طيب هو حيكون يصيب الرجال والنساء على حد سواء، لو ممكن يكون نسب عند الرجال أكثر أو أقل؟ هو عادة النساء يكون بيهم أكثر يعني بنسبة بسيطة. أسباب؟ منها إلها أسباب يعني، إنه خاصة نسبة القصر في العين بزون نسبة النساء إنه أكثر، خاصة في الزاوية المفتوحة. هو إحنا نخاف إنه هذا إنه الزاوية المفتوحة ما بي إنه أي أعراض يعني. نعم. أي أعراض جانبية لهذا يخوف. أما بالنسبة أكو ولادي، ضغط عين ولادي خاصة في الأطفال، ويكون واضح بعد شهور من الولادة إنه الأهل يلاحظون إنه كبر حجم العين يزداد، خاصة حجم القرنية، بالإضافة إلى إنه يصير عتامة على إنه القرنية، ويلاحظون إنه الطفل عينه تدمع باستمرار. طيب فيما يخص الأطفال يعني حيكون أيضا عندهم مزمن لو ممكن علاجه نظر ممكن يكون يعني يتحكمون به يصل إلى عدم إتلاف هذه الألياف الموجودة، لو أيضا حالته حال الكبار حيكون صعوبة إرجاعها وإصلاحها؟ بالنسبة للأطفال الأمر أفضل يعني من الكبار، يعني إنه الألياف البصرية فعادها في نمو، فممكن إذا كان في اكتشاف مبكر ممكن علاجها، والتدخل الطبي والجراحي ممكن العلاج بالنسبة للأطفال. طيب هو ممكن يكون يعني فيما يخص الأطفال عامل وراثي أم الإصابة به تكون لأسباب أخرى؟ هو أسباب كثيرة، منها العامل الوراثي، منها طفرات جينية وراثية. بالنسبة للأطفال يعني إنه عادة يكون أول 6 أشهر هم يلاحظون لها الفرق، يعني تقريبا 60% إنه يكون يصاحب العينين، و40% البقية إنه يكون عين واحدة. اللي عادة اللي تكون عين واحدة ممكن نسبة نجاحها أكثر مما إنه تكون بالعينين. التدخل الطبي والجراحي المبكر ضروري جدا بالنسبة للأطفال. حالة الأطفال. طيب دكتورة تأثيرات ضغط العين حتكون يسبب مشاكل أخرى، ممكن يكون أمراض أخرى لو فقط حيقتصر على إتلاف الألياف الموجودة بالعين وتحجيم أو تقليل مساحة البصر؟ ضغط العين منها أسباب اللي تسبب ضغط العين غير أنه هي أمراض السكر وأمراض الضغط وارتفاع الكوليسترول، التهابات القزحية، ممكن بعض الأدوية، يعني ممكن بعض المرضى أدوية المفاصل، فلازم المريض ينتبه على إرشادات كل دواء، يشوف الأعراض الجانبية ممكن تسببها بالعين. بعض المثال يعني الكورتيزون ممكن يسبب ارتفاع في ضغط العين، هذا النوع الكورتيزون. بالنسبة التلف اللي يسبب ضغط العين للعين هو أكثر شيء هو المساحة البصرية والنظر. بعد فترة إذا ما كان العلاج المناسب والتدخل الطبي والجراحي المناسب راح يسبب تلف بالخلايا البصرية، وهذا مثل ما تفضل إنه التلف دائم، وهذا يؤدي إنه استمراريته وإهماله حيصل إلى العمى. يصل إلى العمى. الأعراض هي إنه المساحة البصرية إنه تقل، خاصة بالنسبة للزاوية المفتوحة، يصير آلام في العين إذا يكون بعض الأحيان إذا كان أكثر من 30 يسبب آلام ووجع بالعين. بعض الأحيان ممكن الدمع، يحس إنه الدمع يزيد. ملاحظة مهمة جدا يعني في يعني المجتمعات، مجتمعاتنا الشرقية شوي الحزن والبكاء ممكن يسبب هذا ارتفاع ضغط العين، كثرة البكاء حتكون من أسباب ارتفاع ضغط العين. ممكن يسبب البكاء لو حتى الحزن ممكن. لا لا يعني البكاء بكاء الدمع، هو الدمع كثرة الدمع والبكاء ممكن يسبب. هي أكو عملية فيزيولوجية في داخل العين. نعم. أكو قنوات تفرز السائل الدمعي بالداخل العين وقنوات تصرف، بالإضافة أكو قناة دمعية خارج العين تفرز هذا الدمع اللي تعرف عليه. إذا الدمع زاد فيمكن ممكن امتصاصه من قرنية العين ويدخل إلى داخل العين، فهذا يسبب زيادة في سائل العين نفسه. نعم. وهذا سائل العين إلى قنوات تصريف ثابتة، فهذا يزيد أيضا في ضغط العين، فهذا السبب أنه ممكن الدمع أو البكاء يسبب ضغط العين.
طيب دكتور، ممكن الانسان الاعتيادي يفحص ضغط العين بالبيت لو يكون لها يعني كحاله حال ارتفاع ضغط الدم؟ ممكن يفحصوه باجهزه موجوده، ممكن تكون هذه الاجهزه متوفره؟ قديما ماكو، بس هسه حاليا موجوده الاجهزه يعني المتوفره. جهاز هو بسيط لو معقد؟ لا هو جهاز بسيط يعني انه شغله انها نسميها ممكن يحمل بالايد واي واحد يقيس ضغط العين. لكن في بلدنا ومجتمعنا ما متوفره حاليا هسه. في مركزنا الان، مركز البصير، موجوده هاي الاجهزه الخاصه بالكمبيوتر، فحص ضغط العين بالكمبيوتر. الاجهزه اللي خاصه ممكن في البيت متوفره في بلدان، في امريكا، في العراق متوفره ولا لا؟ حاليا غير متوفره، بس هي اجهزه بسيطه ممكن شرائها، لكن يحتاج لانه المريض يكون واعي جدا عن طريق فحص ضغط العين. طيب دكتور، ذكرت تعريفك لمرض ضغط العين هو ما يعرف بوجود ماء الازرق او الماء الاسود، لو هو حيكون نتيجه لوجود الماء، مثل ما نعرف المي الابيض اذا اكتمل ممكن يتحول الى مي اسود، لو هذه المعلومه خاطئه؟ لا، هذه المعلومه خاطئه. المي الابيض هو في عدسه العين، العدسه اللي يتكون ايضا من سائل ويصير مثل تكلسات بيها، لكن حجم نتيجة اكتمال المي الأبيض أو الساد بالكلمة العلمية هو الساد الأبيض، هيزيد حجم العدسة. نعم. وحجم العين ثابت، فإذا زاد حجم العدسة فيضغط على العين السائل، إنه يضغط على العين، فهذا الضغط أيضا يضغط على العصب البصري على قاع العين ويعمل تلف على الألياف البصرية. طيب دكتور، احنا يمكن مفهوم عند الناس بان اللي عندهم وجود مي ابيض بعينهم دائما ينصحهم ب يعني علاج مبكر، الا اذا اكتمل حيؤدي الى يتحول الى مي اسود، فلذلك حبيت بان توضح المعلومه وصححها للناس بان المي الابيض هو يعني اعراضه وكحاله مرضيه مختلفه عن المي الاسود. مختلفة. تماما، لكن هو من ممكن من مسببات بعد اكتماله انه يسبب الارتفاع ضغط العين، لهذا ينصح حتى العلم الحديث بالتقنيه الحديثه اللي نسميها بالفيكو لازاله الساد الابيض او الماء الابيض، يكون افضل ونتائجه افضل في يكون اذا كان الماء الابيض في مراحله الاولى. طيب فيما يخص الماء الاسود، هو حتكون الى يعني هو يعتبر ارتفاع ضغط الدم ام هو احد الاسباب اللي تؤدي الى ضغط الدم؟ وإذا كان هو أحد الأسباب كيف يبدأ؟ لا، هو نفس المسبب، نفس المرض، ارتفاع ضغط العين أو الماء الأسود أو الداء الأزرق أو الماء الأزرق، كلها نفس الاسم، أو الجلوكوما، هي كلها نفس الاسم. نعم. مثل ما تفضل أنه يعتقد أنه الماء الأزرق أنه كان الكلمة الإغريقية الجلوكوما هي شلال الأزرق، نتيجة أعراض المريض ممكن يحس بهلالات أو شلال أزرق، أما الماء الأسود نتيجة أنه يرى بعض المرضى يرون السواد داير مداير العين، أنه يصل إلى أنه السواد فيسموه الماء الأسود، أنه المريض أنه يتوهم أكو شيء مي أسود داخل العين. طيب فيما يخص العلاج كيف يكون؟ يعني فقط نتأخذ قطرات، لو ممكن تكون إلى تداخل جراحي بالحالتين يا ريت نتحدث عنها بالأخص بالنوع. في مراحل. المرحلة الأولى هي إعطاء أخصائي العيون، هي قطرات لتخفيض ضغط العين، طبعا هذا يصاحبها مع فحوصات دقيقة، هي فحص النظر، فحص المساحة البصرية، فحص السماكة القرنية، وفحص قاع العين العصب البصري. أول مرحلة هي قطرات، بعدها مراحل، إذا أنه شاف الأخصائي أو طبيب العيون أنه القطرات ما نزلت ضغط العين أو استمر تأثير ضغط العين على العصب، ممكن تداخل ليزري بالليزر، يعني نفتح القنوات، هي قنوات التصريف داير مداير العين اللي تكون بين التماس بين القرنية والقزحية. التداخل الأخير هو التداخل الجراحي، اللي هو في المراحل الأخيرة والمتقدمة من ضغط العين، الحفاظ على كمية النظر أو كمية البصر اللي الموجودة عند المريض.
طيب دكتور، نتحدث عن المضاعفات أو الأعراض الجانبية للعملية كيف هي حتكون؟ لكن الآن وردني من الكنترول بأن مسج وصلنا على الفيسبوك من أحد المشاهدات تحديدا رشا، تذكر بأن هي تعاني من احمرار دائرة العين، تقول حكة باستمرار وحتى تسبب تساقط الرموش. هذه تعتبر يعني حالة مرضية بالعين لو شنو؟ يعني تقول بدأت أقلق من هذه الحالة. يجب أن تسأل إذا أنه تأخذ أي أدوية خاصة بها، أو نقص، عادة نقص الفيتامينات في الجسم ممكن يسبب الشيء هذا، لكن يجب فحصها على جهاز مايكروسكوب نشوف إذا أكو موجود أي التهابات أو التهابات القزحية أنه في العين. لكن السؤال المهم هو هل تعاني من أمراض مثل السكر وضغط الدم، أو أنه هي تأخذ أي أدوية علاجات لأمراض ثانية. عادة احمرار العين إذا يكون في عين واحدة أغلبها يكون شيء بسيط جدا، يعني أنه ممكن نتيجة جفاف في العين أو حساسية في العين، إلا أنه إذا استمر الاحمرار لفترات طويلة يجب أنه تراجع أي أخصائي أو طبيب عيون. طيب دكتور، هي ممكن المشاكل اللي تحدث بالعين سبب تساقط الرموش لو تكون هذه حالة مختلفة وتزامنت مع كان حالة احمرار عينها؟ عادة تساقط الرموش ممكن يعني مع أمراض بالجسم، يعني يكون ما لها علاقة بمشاكل العين؟ غالباً يعني ما لها علاقة في العين، لها نقص في فيتامينات أو أمراض المناعة في الجسم. نعم. خصوص مناعة الجسم. إن شاء الله تكون هي متابعة وصلت لها الإجابة. نتحدث عن المضاعفات أو الأعراض الجانبية لإجراء الجراحة فيما يخص ارتفاع ضغط العين، حيكون مثل ما كان هو ذكرت حضرتك من أخذ العلاج والقطرات والأدوية يوقفها عند هذا الحد، لو ممكن التداخل الجراحي يمكن يساعد أكثر لو هو يعتبر حل أخير. التداخل الجراحي يعتبر حل أخير يعني. غالبا انه القطرات اذا كان اكتشافه بكر، القطرات العلاج بالقطرات ممكن يوقف هذا التلف، لكن على المريض انه باستمرار يراجع طبيبه شهريا على الاقل انه نشوف ضغط العين اللي هو مستقر او لا، انه يكون تحت العشرين. التداخل عندنا اكو تداخل بالليزر وهو هم إلى نتائج جيدة يعني قبل التداخل الجراحي، بحيث نعطي ليزر لهاي القنوات، نوسع هاي القنوات تصريف على دائر مدائر العين. التداخل الجراحي إلى مشاكله، إلى أنه فائدته أكثر أنه من مشاكله. طيب يعني المشاكل ممكن تسبب أمراض أخرى لو مشاكل تكون مشاكل أي شكل؟ ممكن نتيجة التداخل الجراحي، ممكن الالتهاب في داخل العين، ممكن أنه الآلام بعض الأحيان في بداية العملية ممكن تسبب له آلام، ممكن هي فشل العملية الجراحية، ممكن فشلها يعني. نسبة النجاح والفشل غير بالجراحة دكتور؟ هي تعتمد صراحة على مهارة الجراح وخبرته في هذا المجال يعني. لكن هي في دراسات تبتت أنه نسبة نجاحها تصل إلى ممكن أنه 60% تصل بها. نسبة النجاح 60 يعني 60% تكون الفشل 40%، نسبة مو قليلة. ممكن يعني أنه حتى المريض يخاف أو يجري هذه العملية. بالضبط، بس لكن يعني آخر الحلول أفضل مما أنه يؤدي أنه يفقد بصرة. طيب هي الفشل يعني فيما لو حدث لا سمح الله لإجراء العملية حيكون هو بالحالة باستمرار الحالة المرضية أم بفقدان البصر؟ لا، الفشل هو أنه يعني أنه ما يؤدي أنه إلى العمى، لكن فشل أنه باستمرار ارتفاع ضغط العين. لكن بالعمليات الحديثة أكو أنه هي صمامات خاصة في حالة فشل العملية الجراحية التقليدية، هي فتح قناة من العين إلى ملتحمة العين، في أنه عمل صمام في داخل العين، هذه من الصمامات الحديثة أنه بها مثل الصمام يحاول ينظم ضغط العين، حيث إذا أنه ارتفع ضغط العين أكثر مثلا من 18 أو 20 حيصرف لنا، أما إذا كان مناسب فما يصرف. كان العملية التقليدية ممكن تسبب يعني أنه تنزل ضغط العين إلى أقل من 10.
طيب ممكن أن يجرون العملية كل الأشخاص واللي يعانون من أمراض مزمنة صعب إجراءهم لهذه العملية، حيأثر أكثر باعتبار اللي يعانون من داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الارتفاع بالنسبة الكوليسترول بالجسم، هي تكون من الأسباب الرئيسية في مشاكل العين، يستطيعون إجراء عملية من أجل إصلاح ما ضرر الواقع لو حيكون صعب؟ لا، إنه نستطيع خاصة في الاكتشاف المبكر، يعني إنه لهذا إحنا ننصح إنه كل الناس إنه الفحص الدوري للعين وضغط العين وفحص النظر وفحص المساحة البصرية ضروري جدا، لأن كل ما يكون الاكتشاف المبكر يعني مبكرا يكون العلاج نسبة نجاحه أفضل، والحفاظ على الألياف البصرية والعصب البصري والمساحة البصرية يكون أفضل. طيب دكتور، ذكرت أنت من أحد الأسباب اللي تساهم بارتفاع ضغط العين هو كثرة البكاء، وقبلها ذكرت بأن تنصح بإجراء الفحوصات بعد سن 40، لكن يمكن الحزن والألم وكثرة البكاء ما تعرف أمر معين. بهذه الحالة يجب على جميع الأعمار، بالأخص نقول اللي هم راجدين، اللي هم يشعرون بالمسؤولية ويتأثرون أكثر بالظروف، إجراء فحوصات دورية لو ما حيأثر عليهم. إحنا ليش إنه قلنا بعد 40 سنة؟ لأن هي قنوات تصريف تتحمل حد عمر 40. تتحمل حد عمر 40، لكن هذا لا يمنع إنه وجود إنه ضغط العين في الحالات نادرة جدا يعني، وإلها علاقة بأمراض وأدوية يأخذها إنسان. مع ذلك هو يجب كل إنسان فحص دوري للعلاقة سنويا يعني، أو كل 5 سنوات اللي قبل 40 سنة، وبعد 40 سنة كل سنة ضروري إنه فحص دوري للنظر وفحص دوري لضغط العين وفحص دوري لقاع العين أيضا. يعني الشخص الاعتيادي اللي ما يعاني من أي أعراض أو مشاكل ممكن يتوجه لإجراء فحص لأي مركز يعني متخصص، لو ممكن يذهب للمستشفيات لو يكون يعني بعد طلب من الطبيب لإجراء فحوصات معينة، لو ممكن هو باختياره يجريها. لا، ممكن هو باختياره يعني، لكن يروح على مراكز موجودة فحص ضغط العين أو أي أخصائي طبيب عيون موجود في جهاز الميكروسكوب ممكن فحص ضغط العين، أو في بعض الأحيان في الدول الحديثة موجود في فحص النظر بالكمبيوتر، موجود فحص نظر لضغط العين أيضا بالكمبيوتر موجودة. لكن نتأمل إحنا في العراق من نفس الحالة تكون يعني في مراكز فحص النظر تكون متوفرة هيك أجهزة يعني، بالإضافة إلى أنه أي طبيب عيون يقدر أنه يفحص ضغط العين. يعني هو أمر بسيط ومتوفر، يعني مو بالأمر المعقد ويحتاج فترة وحاجز وحد ما يوصل الاسم أو غيرها. يعني هو الإنسان حتى يحافظ على صحته مثل ما ذكرت بأن التشخيص المبكر حيكون هو أسلم وأمن، ويحافظ على المساحة البصرية بالفعل. لأن هي يمكن أخطر الحالات اللي يوصلها المريض إلى هو فقدان بصر لا سمح الله. بالفعل. دكتور، وردني الآن أيضا الكنترول كان اتصال سريع وما قدر بني يستمر معنا يكون على الهواء. محمد من البصرة حاب أن تحدث له عن حساسية العين وكيف ممكن التعامل معها، بالأخص إحنا في يعني تغيير موسم مقبلين ما بين صيف إلى خريف، كيف ممكن نتعامل مع هذه الحساسية؟ حساسية العين في بلدنا أكثر من غير بلدان، يعني إنه نتيجة الجو، عندنا جو مترب إلى إضافة حرارة الجو، بالإضافة إلى البصرة هي الرطوبة يعني الموجودة. أنصح إنه دائما انه يلبس نظارات شمسيه خاصه يعني انه في النهار، نظارات شمسيه خاصه هي اليو في لايت بروتكشن، الحمايه من الاشعه فوق البنفسجيه. الشغله المهمه اللي انه للحساسيه انه يجب على انه اخذ قطرات ممكن باستمرار على مود انه شغله ترطيب للعين والامتناع عنه التحسس الزائد للعين. اللي يهمنا دكتور الكمادات، نسمع احنا دائما نقول كمادات الشاي تفيد لو ما لها علاقه؟ لا لا لا، الكمادات المي البارده، المي وليس الشاي. لا بعض الناس يقولون نسوي كمادات شاي هو بارد حطوها على العين حتستفادوا منها. بالضبط، هي كثير من حالات، وحتى بابونا كم سامعين بها، بالضبط هي كثير من حالات احمرار العين أي. انه تعالج من قبل مناعه الجسم فتروح خلال يوم او يومين، فبالصدفه انه من يخلون مي شاي ثاني يوم هي تروح، لكن هي مناعة الجسم عالجتها، فبالصدفة انه استمر هذا الإشعاع انه المي الشاي او البابونج او
أو هالأشياء إنه تروح، لكن هي بالصدفة صراحة. لكن هو الأنفع واللي يكون يهدئ العين أو الحساسية هو المي البارد. المي البارد إذا إنه الصورة إنه الأحل البسيط في بدايته إنه المي البارد، لكن إذا استمر هذا الإحمرار يجب مراجعة أخصائي. طيب دكتور، يعني مع حديثنا عن ضغط العين، ممكن الحساسية باستمرارها ممكن تؤدي إلى ضغط العين وبعيدة عنها؟ لا بعيدة عنها. بعيدة. لكن في بعض الأحيان سوء أخذ العلاج، يعني بعض الأخصائيين أعطى مادة اللي هي القطرات اللي بيها كورتيزون. هذه الكورتيزون إذا أخذها بفترة أكثر من شهر ممكن يسبب ارتفاع ضغط العين، حتى لو كان قبل 40 سنة ممكن يسبب هالشيء هذا. لكن الانتباه على كل الإرشادات اللي خاصة بالدواء سواء بالقطرات أو الأدوية. إن شاء الله يكون متابعنا أخ محمد ووصلت للإجابة وكيفية التعامل مع حساسية العين. دكتور، في ختام حديثنا بماذا تنصح المشاهدين وتحديدا اللي يعانون من مشاكل في العين أو من أمراض مزمنة فيما يخص موضوعنا بارتفاع ضغط العين، بماذا تنصحهم؟ صراحة أنا أشكركم لأن هذا البرنامج يهدف إلى توعية الناس. والنصيحة اللي أعطيها للمرضى هي الفحص الدوري، مو بس بالنسبة للعين، يعني على الأقل سنويا فحوصات الدم أيضا، يعني هذه ضرورية لاكتشاف كثير من الأمراض منها مرض ضغط العين. الفحص الدوري، فحص النظر، دائما فحص النظر ما يعطينا انه اكو ارتفاع ضغط العين، لا يجب فحص ضغط العين. فحص ضغط العين ضروري لان عاده ضغط العين ياثر على المساحه البصريه وبالنهايه ياثر على فحص البصر. فحص البصر هو يعطينا المركز، مركز الشبكيه. مركز الشبكيه هي من اخر شيء يتاثر نتيجه ضغط العين، ولهذا انه فحص البصر مو كافي، فحص ضغط العين ايضا يجب يكون ضروري. وهي توعية للناس انه مثل ما قلنا هو اللص الخفي، وهذا لا سمح الله يؤدي الى اعمى، انه اي تلف لا يمكن ارجاعه. ولهذا احنا ننصح انه فحص دوري للعين من ضمنها ضغط العين. يعني بعيد عن كل المشاهدين نتمنى لهم الصحة والسلامة، وذكرت يكون فحص للنظر، فحص لضغط العين، وأيضا الفحص الآخر دكتور مساحة البصرية. مساحة البصرية هذا حيقيهم بأن يكونون في مشاكل تخص العين وممكن تؤدي إلى فقدان بصرهم. إن شاء الله يكونون على قدر من التوعية من خلال طرحنا لهذه المواضيع بوجودكم، كيف توعون المشاهدين وتعطيهم هذه الثقافة الصحية إن شاء الله يتعاملون وياها بشكل جدي. شكرا جزيلا لحضورك دكتور مهند نعيم الميالي اختصاص طب عيون، سعيدين بوجودك، يومك سعيد. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا أحبتنا، كان حديثنا في فقرة شلون صحتك عن ارتفاع ضغط العين وكيف يكون ما بين تأثيرات ما بين مخاطر، بالأخص هو مرض بدون أعراض، فيكون الاستمرارية في الفحص الدوري من أجل الكشف المبكر في حال وجوده. أتمنى الصحة والسلامة للجميع. انتهى وقت فقرتنا، لكن نستمر وياكم من بعد فاصل قصير. جديد مستمر وياكم أحبتنا، وحنكون الآن مع أحد تقاريرنا لهذا اليوم، تحديدا هو عن مهرجان الأزياء الفلكلورية، فلنتابع. لوحة جميلة حينما تتلامس الأزياء الجديدة مع القديمة، وهي خطوة إيجابية من أجل الحفاظ على إرثنا الحضاري الذي نستلهمه من تلك القيم الأثرية والتراثية. مع ما هو جديد وعصري، كل هذا تجسد في العرض الذي قدمه مصمم الأزياء ميلاد حامد في مهرجان دين زاد للأزياء العراقية، مع عروض للفلكلور العراقي تجسده هذه الأزياء بشكل جميل. نحن نعيش عصر بغداد عاصمة الثقافة العربية، وانطلاقا من هذا الفهم فإن اللجنة الثقافية في نادي العلوية قامت بعدة أمسيات وفعاليات شعرية نثرية موسيقية، وهذه إحدى فعالياتنا.
لجلب هكذا فرقة لعرض أزياء فلكلورية إضافة إلى الأغاني التي مثلت الطيف العراقي كله من أغاني عربية وكردية وآشورية وأخرى. طبعاً هو عرض حلو وذكرنا بأيام وليالي بغداد الجميلة، والعرض اللي قدموه الشباب والشابات عرض جيد جداً، وأيضاً هو يعتبر فد متنفس للعراقيين ولأهل بغداد حتى يتذكرون حضارتهم ويتذكرون أنه مجتمعات بغداد ليس هي كانت مجتمعات حروب. حاول المصمم استدعاء ما هو موروث من الأزياء الإسلامية ونقوش عربية، ضمت عروضا مثلت جميع الطوائف والقوميات من شمال العراق إلى جنوبه، حيث شملت الزي البغدادي الأصيل، ثم انتقل إلى الطور الجنوبي وما تحمله الأهوار من لوحات جميلة، ثم انتقل إلى شمال العراق والزي الكردي والموصلي، ثم الزي الآثوري والأزياء الأخرى التي شملت أطياف العراق جميعا مع رقصات وأغاني فلكلورية عراقية. العروض حلوة وكانت تمثل الأصالة العراقية ومحافظات العراق كافة، فشي حلو لطيف كلش. أكثر عرض أو أكثر زي اللي جذبكم واللي عجبتم فيه اليوم؟ في آيات قرآنية زي الإسلامي، يعني زي الإسلامي والبصراوي أكيد، هذا فشي حلو. والله عروض ممتازة وعروض جميلة، حكت عن تاريخ العراق من الشمال للجنوب، وعروض كلش حيل حيل ممتازة، استمتعنا احنا بهاي العروض. مهرجان كان له حضورا كبيرا ممن اهتم بالثقافة والأزياء والفن العراقي الأصيل، وهو يشهد استجابة كبيرة لتميزه وتفرده على مستوى الجمال وطريقة العرض، فهو مغادرة للمألوف والوصول إلى مناطق أكثر إبداعا وتألقا. حسين صباح، قناة الرشيد الفضائية. شكرا للزميل حسين صباح لمتابعته لهذا الحدث وإجراء هذا التقرير. هنكون مع تقرير آخر وهو قريب ويخص الأزياء، لكن تكون أزياء مو فلكلورية، حتكون لمصمم بريطاني هنري هوند، فنتابع. Out. Never bottom two limit, wasn't working out.
Colors and the fabrics and the back, everything. You first looked at it and then you saw something else inside of it, like the fact that it wasn't skirts, they were shorts, and the lace on top of different fabrics, and it was just really, really beautiful. I love the colors. With the greatest of respect to the fashion world, the New York Fashion Week is a shit show. And I really, really, really enjoy London Fashion Week. I think maybe it's because I'm from here and I do know everyone in New York, but it's just more of a spectacle there. Here it's way more fun. Well, this season it was a slightly more womanly woman. Yeah, it was kind of a baby Frida Kahlo. It was like Mexico City, you know, sort of Los Angeles street art. We did quite a lot of tattoo motifs. We worked with a tattoo artist from Venice Beach, and then we kind of sort of put it through this trippy sort of lens of like this, and I watch a lot of Baz Luhrmann, Romeo and Juliet, I watch all the time, and so that was a strong reference. The way that he uses the sky and the different filters on the colours and the colours and some of the, like, the religious iconography was a big part of it from that film. And are you glad to be back in the UK after being in the US for so long? It's been a long time, so it's good to be home. And are you seeing any more shows as part of Fashion Week? Are you interested in any more shows? Yeah, I think I might go to Burberry, so... حياكم الله من جديد مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، نكمل معكم فقراتنا ومواضيعنا المنوعة. كيف تبنى شخصية الطفل وكيف نربي أطفالا أقوياء الشخصية؟ هذا ما سنتحاور به مع الدكتورة آمال إسماعيل، اختصاص علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بكم. دكتورة، بما أن موضوعنا اليوم عن كيفية بناء شخصية الطفل وكيف تكون شخصيته قوية، هل أنه هناك أطفال يولدون أقوياء الشخصية وأطفال يولدون ضعفاء لو أنه أكو عوامل ممكن تدخل في بناء الشخصية؟ نعم، في الحقيقة هذه من النقاط الضرورية يعني اللي يجب أن تعرفها كل عائلة. نعم.
انه الطفل لا يولد يعني ماكو عوامل وراثيه تولد يولد بها الطفل على انه هو ضعيف شخصيه، يعني لا يولد الطفل وهو ضعيف الشخصيه. الاسباب اللي تؤدي الى انه تكون شخصيته ضعيفه او شخصيته قويه هي الاساليب التربويه اللي تستخدمها العائله او الاسره مع ابنائها، هذا هو السبب الرئيسي. يعني هناك بعض الاساليب الخاطئه، أساليب تربوية خاطئة تستخدمها الأسرة هي تؤدي إلى أن يكون هذا الطفل ضعيف الشخصية أو يكون قوي الشخصية، فتبقى هذه المسألة متوقفة على كيفية التعامل أو أساليب التعامل من قبل الوالد. طيب دكتور ندخل في تفاصيل أكثر بخصوص هذا الموضوع، لكن بعد ما نروح وياك والمشاهدين إلى تقرير أو استطلاع يتحدث عن موضوع كيف تبنى شخصية الطفل، خلينا نشاهد. مهارة الطفل عليك أن تكبره أولاً عن تعطي للطفل قيمة ذات أهمية، يعني كمثل هسه أنا عندي بنتي زهراء عمرها 6 سنين، ما حاكي على مستوى 6 سنين، حاكي على مستوى 15 سنة. زين أعلمها كيف الجهاز تستعمله، كيف الستلايت تستعمله، كيف الأسلوب الصحيح، حتى يعني بعض الأوقات الصلاة من أرض أصلي أوقفها وياي. ليش؟ هذا أعطيه أهمية أكبر وأدرسه وحفزه، حتى قبل ما يدخل المدرسة أوديه إلى شنو؟ إلى مرحلة قبل الدراسة هي التربية الروضة. الطفل من جابه بصورة صحيحة، الطفل لن جابه بصورة غلط، من يسألك سؤال جابه بصورة صحيحة وعلى قد فكرة، يعني السؤال يكون مبسط، الجواب يكون مبسط للسؤال يسأله، السؤال يكون حتى لو هو صعب وما يتقبله فهم يعني فكرة، التجاوبه بطريقة بسيطة حتى يتقبلها، بس مو غلط. أهم شيء بيكون غلط، أهم شيء يبتعد عن الضرب. الضرب نحن يعني أنا بفكرتي أسوأ التعامل هو يكون الضرب ويا الطفل، يعني يبقى ترى السؤال بالكبر راح يأثر عليه. كيف تنمي مهارته وكيف تجعله يعتمد على نفسه ويقوي من شخصيته، إنما تجعل له يحارب الرهاب الاجتماعي، يعني يجد له القوة للتعامل مع الآخرين، التحدث مع الآخرين، طلب الشيء، التعامل مع الآخر. الأب أن يتعامل مع الابن إنه لا ينهره بشدة، يكتشف الأخطاء ويحاول أن يعالجها. بالنسبة للأطفال أنا كصاحب مثلاً هسه 4 أولاد، فأني أبدي بيهم من أول شيء أتعامل ويا الصغير، لأن الصغير بالعمر يعني يحتاج أزيد من الأكبر من عند الكبير. أي فأبدي شوية شوية مثل ما نحكيها بالعامية أنه يعني أصادقه. شوية شوية يعني أشوف هو اللي يريده شنو، إذا كان على مثلا غلط أبدي شوية شوية إنه أخليه يتجه للاتجاه الصحيح. تابعنا مشاهدينا هذا الاستطلاع، تحدث عن كيفية بناء شخصية الطفل دكتورة من خلال الأشخاص اللي شاهدناهم وتحدثوا عن موضوع استخدام العنف ضد الأطفال، تعتبر من الأمور الرئيسية في أن تكون شخصية الطفل ضعيفة. طيب لعل البعض يتساءل أنه كيف نعاقب الطفل إذا سوى شيء خطأ، هل أنه أكو طرق أخرى بعيدة عن العنف؟ نعم فعلا هي من الأساليب، وكثير من النقاط اللي ذكرت بالتقرير هي فعلا من الأساليب الصحيحة للتعامل مع الطفل حتى نقوي من شخصيته. استخدام القسوة والعنف مع الطفل يجعل من عنده طفل خائف، متردد، قلق، غير قادر على أنه يتخذ بعض القرارات، خائف من نتائج إذا كانت النتائج سلبية وبالتالي لحا يمكن أن يتعاقب من قبل الأهل. فمن الأساليب الخاطئة واللي ضعف من شخصية الطفل هو استخدام أسلوب القسوة والعنف، وإبدال هذا الأسلوب بأسلوب التعزيز، يعني عن طريق
التعزيز ممكن أنه أقوي من شخصية الطفل، بدل من أنه أضربه وأنهر أمام الآخرين أو أقل أو أستهزئ من تصرفه أمام الآخرين، وبالتالي هذه لح يأثر على حتى على ثقته بنفسه. أستخدم أسلوب آخر اللي هو أسلوب التعزيز مثل ما قلت، أو أسلوب المكافأة، يعني ممكن أنه تعاقبه من خلال حرمانه من شيء معين، يعني قطع المصروف اليومي، ممكن يكون عن قطع مصروف، عدم مشاهدة برنامج هو يحبه، ما تخليه يلعب مع زملائه، تحرمه لفترة قصيرة، تكون تأثيرها أكثر على الطفل من الضرب. يعني كثير من الأطفال يقول يلا أنا لحن ضرب خلص وانتهت، يعني ينتهي وراها أنه أرجع أمارس حياتي بشكل طبيعي، لكنه لما يعرف أنه هذا تصرفه ممكن أنه يؤدي إلى أنه ينحرم من شيء هو يحبه، رح يكون التأثير أكثر على الطفل. والابتعاد قدر الإمكان عن الأسلوب الخاطئ، قلنا أنا قلت في بداية حديثي أنه استخدام أسلوب خاطئ في التربية مع الأطفال هو اللي يؤدي من عندهم إلى أن يكونون تكون شخصيته ضعيفة حتى في المستقبل. إحنا من نقصد أنه نبني طفل، رح نبني شاب، نبني رجل للمستقبل أو مرأة في المستقبل. دكتور خلينا في مرحلة البناء. نعم، مرحلة البناء تحتاج إلى عوامل لبناء شخصية الطفل. نعم، خلينا نجيها عامل عامل، وأيضا حتى العمر، حابين نعرف أنه العمر المحدد لبناء شخصية الطفل من أي عمر يبدأ، وكيفية التعامل مع خلينا نقول المراحل العمرية للطفل. نعم، هناك أبعاد أساسية لتكوين شخصية الفرد بصورة عامة. الأبعاد هاي تكونت ثلاث أبعاد أساسية، يعني هناك البعد البيولوجي أو التكويني للفرد، واللي يقصد به يعني إذا الطفل أو الفرد كان انولد بشكل سليم، يعني ما عنده عواقب جسمي أو يعاني من مرض معين، يعني البيئة السليمة والجسم السليم هي من أبرز العوامل الأساسية لبناء شخصية جدا مهمة. يعني كثير من الأشخاص تشوفهم بسبب عوق ممكن جسمي، تشوفهم منعزل عن الآخرين، تأثر في شخصيته، يأثر في علاقاته مع الآخرين، ممكن غير مختلط، يعني كثير من السلبيات ممكن أن تظهر في شخصيته بسبب عوق عنده في جسمه. فالنقطة الأساسية لتكامل شخصية الفرد تبدأ من العامل البيولوجي. لكن هذه ممكن نعالجها دكتورة، موضوع العاهة أو خلل بعض الأمراض ممكن تعالج بطريقة نفسية أيضا من قبل الأهل، ممكن طبعا أنه إخفاء هذا العيب اللي موجود بالضبط. ممكن أنه هناك كثير من الأشخاص يحاولون يسدون النقص اللي موجود عندهم بتعويض بأمور أخرى، شوف ممكن يكون فنان، ممكن يكون أديب، ممكن يعني كثير من يعني هذه ما تكون عائق أمام بناء شخصية الطفل، اللي الشخص اللي عنده إرادة، واللي تكون التربية أو العائلة أو الأسرة لها دور كبير في بناء شخصيته. لكنه بصورة عامة احنا بنتكلم عن الأبعاد لتكوين أو تكامل شخصية الفرد، هي يعد البعد البيولوجي هو الأساس أو الدعامة الرئيسية لبناء شخصية الفرد، ومن ثم يبدأ العامل الآخر أو البعد الآخر اللي هو العامل الثقافي، يعني ثقافة المجتمع، انتقالها نعم العائلة، تقاليد المجتمع اللي هو عايش بيها، والبعد الآخر هو البعد الاجتماعي، يعني علاقة الفرد مع الأفراد الآخرين، علاقات الاجتماعية، تكوين علاقات الصداقات. هذه إذا عملت هذه المنظومات الثلاثة أو هذه الأبعاد الثلاثة بتناغم وبتناسق مع بعض، كان هناك تكامل في الشخصية، أصبح هناك تكامل في الشخصية. أي خلل في أي واحد من هذه الأبعاد يؤثر على شخصية الفرد. فهنا العمر، يعني العمر اللي كثير من العلماء يشيرون إلى أنه السنوات الأولى من عمر الطفل هي اللي تكون يعني شخصيته في السنة الأولى والثانية والثالثة، الخمس سنوات الأولى حسب رأي فرويد، هذا المتعارف عليه، أنه السنوات الأولى من عمر الطفل، خمس سنوات الأولى، ست سنوات الأولى، حتى قبل يعني قبل دخوله حتى المدرسة، نعم، تأثر بشكل كبير على بناء شخصيته في المستقبل. شلون يعلموا أهله، يطوه الدعم، شلون يساعدوه على أنه يقوي من شخصيته، هذه تبدأ منذ الطفولة، يعني منذ السنوات الأولى. من يبدأ يوصفون الطفل أنه عبارة عن اسفنجة،
ويلتقط كل شيء في هذه المرحلة من العمر. لذلك يعني يجي دور الأب والأم بهذه المرحلة أنه الطفل يلتقط كل شيء من عندهم، لذلك عليهم أن يكونوا قدوة حسنة وتعاملهم جميل مع وكذا. هذا يعني نقول ما يجي عن سابق انذار، يجي عن ثقافة ووعي وإدراك من قبل العائلة. أكيد يعني الإنسان المثقف والأم المثقفة والأب المثقف لهم دور كبير بأنه يعرفون شلون. بالمناسبة مو فقط العائلة، يعني الطفل من يدخل مدرسة يكون المدرسة أيضا لها دور كبير، يعني المعلم والإدارة المدير المدرسة شلون يتعامل مع الأطفال أيضا لها دور كبير في تقوية شخصية الفرد. احنا ذكرت حضرتك النقطة الأساسية أنه الأب والأم يكون النموذج للطفل، المعلم أيضا نموذج للطفل، فتتكامل العائلة مع المدرسة مع المجتمع الخارجي كله، هم اللي ينشؤون أو يكونون شخصية متكاملة لهذا الطفل. نشاهد دكتورة بعض حالات لدى الأطفال يكون هناك خلينا نقول استقلالية واعتماد على النفس من قبل الأطفال، وأكيد هذا الشيء زرعوا به الأهل. هذه تولد أنه تكون هناك شخصية قوية، وإذا ولدت هذه الشخصية القوية كيف أنه نساهم بجعل الاستقلالية والاعتماد على النفس لدى الأطفال؟ بالتأكيد طبعا من النقاط الأساسية اللي يجب على العائلة استخدامها من أجل أنه تقوي من شخصية طفلها هو تعلمه كيف يتحمل المسؤولية ويعتمد على نفسه. في كثير من الأمور خليه يتخذ قرار معين، وخلي احنا طبعا يعني من نقول انه نترك الطفل، نترك الى الطفل حرية الاختيار وحرية اتخاذ القرار وانه يتحمل مسؤولية، لكن مع متابعة، مع المتابعة. يعني احنا نخلي الطفل من بعيد، لكن احنا نشوف انه ايش يسوي. احنا مو معناه احنا نهمله بشكل تام وبالتالي لح تكون ممكن يكون تصرفه خطأ ويستمر بالخطأ او ماكو من يوجهه او ينصحه ويدلي على طريقة صحيح. نترك الى حرية الاختيار ان نطيب بديل، ممكن نضيف له بديل انه إذا هو رأيه ممكن رأي بديل عن طريق المناقشة والحوار، طبعاً من الأساليب الصحيحة اللي نستخدمها مع الطفل أو حتى مع المراهق نستخدم أساليب الحوار. يعني من نستخدم يعد من الأساليب التربوية الناجحة بأنه تغير كثير من الأشياء ممكن تكون خاطئة في سلوك الطفل أو المراهق. عن طريق الحوار بين الأب وبين الأم وبين الطفل وبين المراهق ممكن أنه تغير كثير من هذه السلوكيات اللي إحنا ما نريدها. فنرجع نقول أنه نوكل بعض المهام حتى لو كانت بسيطة حتى نعلم الطفل شلون يعتمد على نفسه، نخليه يقوم ببعض الواجبات اللي هي مثل ما قلنا بسيطة ويقدر يقوم بها، وبالتالي راح يبدي هذا التصرف يتكرر في أكثر من مرة ويبدي الطفل يحس أنه هو معتمد على نفسه ومستقل عن العائلة عن الأهل. لأنه من النقاط الأساسية للشخصية الضعيفة للفرد أو للطفل بصورة عامة يكون دائما ملتصق بأحد الوالدين وما يقدر يتخذ قرار بأي شيء، يعني يخاف من أنه القرار اللي يتخذه أنه ما يكون صحيح ما يكون صائب وبالتالي لح يتحمل نتائج هذا الخطأ. فنحاول أنه نقوي ونعزز بهذا الجانب ونخليه يعتمد على نفسه ونطيل استقلالية في الاختيار مثل ما قلت حضرتك مع المتابعة والمراقبة ولو من بعيد. طيب دكتور، مع التطور التكنولوجي والحداثة بكل الأمور ودخول عالم الإنترنت والتلفزيون وأمور أخرى الموبايل، كل هذه الأمور يعني تسهم بشكل كبير خلينا نقول بناء شخصية الطفل. اليوم دور العائلة كيف يكون منسجم مع هذا التطور التكنولوجي؟ كيف تتعامل العائلة؟ صحيح طبعا، شوف أنه مهمة إعداد طفل متوازن ناجح سعيد نافع لنفسه ولمجتمعه أصبح تحدي يواجه كل أسرة في ظل هذه الظروف والمتغيرات الحديثة اللي طرأت على المجتمعات. فاللي لها دور كبير في بناء شخصية الطفل.
احنا العالم التكنولوجيا عالم يعني مفيد، يعني مفيد واسع ومفيد للشخص مفيد، ولكن في لكن هناك حالات سلبيه كيف انه نتجنبها؟ بالضبط نتجنبها لما ما يكون استعمالنا لهذه التقنيه وهاي التكنولوجيا بالشكل الخاطئ. يعني يجب ان يكون هناك وعي كافي من قبل الوالدين بكيفية يعني نقول انه سيطرة على ابنائهم، كيفية استخدام هذه التقنية بما يفيدهم هم وليس العكس. يعني احنا دائما نقول الشيء اللي يستخدمه الطفل بشكل مفرط والشيء اللي يكون احتمال يكون الى تأثير عكسي، خصوصا انه هسه نشوف بدينا نلاحظ حتى الاطفال هم مولعين بهذه التقنية الانترنت والموبايل فهذه الأشياء هي مفيدة لكنه في حدود، وتقوي من شخصية الطفل نعم، وتقوي من مداركه ومن معارفه وتزيد من النمو المعرفي، لكنه بشرط أن يكون هناك متابعة واستخدام لهذه التقنية بالأسلوب الصحيح وعدم تجاوز. دكتورة، من ضمن الأمور المهمة اللي تخفى على الكثير من العوائل هو استخدام الألعاب خلينا نقول الفردية اللي نعم. ممكن طفل يمارسها وحده. نعم. اليوم الدراسات اكتشفت وأثبتت إنه ضروري استخدام الألعاب المشتركة اللي نعم. تكون جماعية نعم. للأطفال، تعويدهم على موضوع إنه المشاركة في الحياة والحاجة إلى الطرف الآخر. يعني هذه الأمور تكون معدومة لدى المجتمعات. أشكرك على هذا السؤال. فعلا إنه من النقاط الأساسية يجب الانتباه إلها إنه نزج الطفل في خلال مجموعة ونعلمه على كيفية التعامل مع الآخر، مع الطفل أو مع الكبير حتى، ونعلمه بأهمية العمل الجماعي. يعني حتى إذا كان هناك عمل فيجب أن يكون هناك جماعي وتعاوني بينه وبين الأفراد الآخرين، لأن هذا كلش إلى دور كبير في بناء شخصية الطفل حتى ما يكون منعزل. إحنا هي الشخصية القوية شنو؟ يعني صفات الشخصية القوية شنو؟ الشخصية القوية إنه الفرد إنه يكون عنده ثقة بنفسه، الفرد إنه يقدر يتحمل مسؤولية، إنه يقدر يتخذ قرار، إنه يعرف شلون يتعامل مع الآخرين، عنده قدرة على حل مشكلاته إذا وقع في مشكلة معينة. إذا هو ما يعرف يتعامل مع الآخرين ممكن إنه ما تصادفه مشكلة، وبالتالي فهو ما لح يقدر إنه يحل مشكلة لا هو صغير ولا حتى من لح يكبر. فالعلاقات الاجتماعية والألعاب مع الأطفال الآخرين لها دور كبير جدا في بناء شخصية الطفل. وأكيد يعني يبقى دور الوالد والوالدة هذا الدور الرئيسي. هذا الشيء ينتهي من عندك. دكتورة، موضوع التواجد من قبل الأب والأم مع الأطفال لفترات خلينا نقول يوميا ضرورية للطفل للتعايش معه. للأسف احنا اليوم العوائل نقول احنا منشغلين بالظروف الاقتصاديه الصعبه وظروف الشغل صح. كل هذه الامور تاثر على موضوع علاقه الاطفال طبعا. كيف انه نخصص وقت؟ هل نخصص وقت خلينا نقول اسبوعي للعب مع الاطفال، معرفه احتياجاتهم والفروض؟ ليش اسبوعي؟ يوم يعني المفروض، على خصوصا على الاب. يعني تعرف الاغلبيه الاباء يكونون منشغلين بالنهار، فيمكن يجي للبيت فد ساعه متاخره يعني يعني بعد المغرب او فهذه الفتره خلي يخصص من عندها وقت لاطفاله، لكل واحد من هؤلاء ينجز عنده اكثر من طفل بالبيت، فكل واحد من عندهم الى وقت محدد يلعب وياه، يسمع من عنده، يجوز احتمال يكون عنده مشكله معينه يحاول انه يحل لها، يحاول انه يتقرب من الطفل. وبعدين احنا قلنا في بدايه الحديث الاب والام نموذج لابنائهم، فالابن اذا هو ولد شلون راح يتعلم بعض الصفات اللي احنا متطلبه عند الطفل عند الرجل؟ يعني شلون يتعلمها؟ ماكو امامه غير انه الاب يعني افضل نموذج يتعلم من خلاله. فغياب الاب لفتره طويله عن البيت او حرمان الطفل من اللعب وياه اللي حيأثر في نفسية الطفل، ممكن يأثر حتى في سلوكه، يأثر في تعامله حتى مع الأطفال الآخرين. فجدا ضروري أنه يكون هناك وقت محدد من قبل الأم ومن قبل الأب
لنخصصه لابنائنا حتى نحس ان يحسون هم انه احنا دائما قريبين من عندهم. اذا البيئه لها دور مهم ببناء شخصيه الطفل. بعض العادات وال خلينا نقول السلوكيات اللي يقومون بها افراد الاسره تاثر بشكل كبير على موضوع الطفل وبناء شخصيته. على ضمنها من خلينا نقول الاخطاء الشائعه انه لما تطلب من طفل من شيء من طفل تقول له انطيك هذا الشيء وبعدين ما تنطيه، يعني هذه الامور تعلم الطفل على موضوع الكذب، على موضوع انه ما نفذ، انه اذا الوالد قال له هيك وما سواه، يعني هذه الامور تاثر على شخصيه الطفل. احنا قلنا انه القدوه افضل، القدوه الاب والام، فدائما الطفل يقتدي بالسلوكيات، يعني يتعلم يمتص، الطفل يمتص السلوكيات من الوالدين. فاذا كان الاب يوعد بشيء ويخلف بوعده للطفل معناته انه كذب عليه، وهذه نقطه طبعا كلش ضروريه. يعني اتمنى من كل اسره، من كل اب، من كل ام انه يبتعدون عن هذا الاسلوب. يعني لا توعده اذا انت شيء ما انت قادر انه تنفذه لهذا الطفل. تحاول انه توعده بالاشياء اللي ممكن، يعني شنو اللي وعدته به تحاول انه تنفذ اللي هي، حتى ما يحس انه الاب ده يكذب او الام ده تكذب، وبالتالي هو ده حيتعلم الكذب من عندهم ويتعلم سلوك خاطئ. احنا ما يهمنا انه تكون شخصيه الطفل متكامله من جميع النواحي بما فيها الابتعاد عن الصفات او الاساليب الخاطئه في المجتمع بصوره عامه من اللي من عندها الكذب او عدم الايفاء بالوعود. طيب دكتورة خليني نتحدث باختصار، مو باختصار، بصراحة. نعم. انت عاصرتي عمار. نعم. كونك أستاذة. أكيد. ودرستي وعاشرتي الجيل. نعم. الحالي وجيل القبل. اختلاف بموضوع البناء الشخصية وشخصية الأطفال إلى مراحل عمرية متقدمة، أكو اختلاف مع هذا التطور اللي حصل؟ نعم. هل أن العادات والتقاليد لها دور؟ قبل احنا نعرف انه قبل كانت هناك عادات وتقاليد هي مستمره لحد الان، نعم. لكن تكون قلت بعض الشيء، نعم. لكن هناك عادات وتقاليد كانت مفروضه على انه شخصيه الطفل ومجتمعاتنا. اكو فرق بين قبل وهسه؟ بالتاكيد، يعني حتى الدراسات دلت على انه هي كيف، يعني نرجع الى الاساس، العائله لما تستخدم اسلوب الدعم والاهتمام الزائد تأثر على شخصية الفرد حتى من يكون شاب، بأنه دائما تبقى داعمته ودائما وياه وياه حتى من يكبر، يوصل شاب هو ويمكن أنه كثير من الأمور ما يقدر هو يسويها وحده. إذا موضوع الدلال قصدك أنه دلال والاهتمام، الاهتمام والدعم الزائد، مو دلال، قد يكون دعم دائما العائلة تدعمه وتهتم به. هذا الأسلوب أثبتت الدراسات أنه هو أسلوب خاطئ، ويجب إبداله بالأسلوب الآخر اللي هو يسمى الإهمال الهادف. يعني أنه أهمل الطفل طبعاً لحد عمر سنتين هو معتمد على الأم، وهذا الشيء يعني معروف، لكنه من بعدها أبدي أهمل الطفل، لكنه مثل ما قلنا بمتابعة ومراقبة من قبل الأهل، وأبدي أخلي هو يتحمل مسؤولية ما دا يسوي هذا الشيء، يعني سواه خاطئ هو يحل مشكلة إذا وقع في مشكلة معينة. هذا الأسلوب، أسلوب الإهمال الهادف، أدى إلى أن تكون النتائج أكثر إيجابية في بناء شخصية الشباب حتى. يعني أكيد إحنا لما إذا نرجع على الأجيال القديمة نشوف إحنا الجيل القديم، يعني اللي مثل ما قلت حضرتك اللي متمسك أكثر بالقيم والتقاليد المجتمع، اللي بدأت للأسف تقل مع التقدم والتطور، بسبب التطور والتقدم العلمي بدأت تقل الاهتمام بهذه التقاليد وهذه العادات اللي موجودة في مجتمعنا، لكنه في الماضي التمسك بها بشكل كبير. يعني الابن ممكن انه يصطحب ابوه الى بالافراح بالاحزان، من يروح يعزي احد، من يروح يبارك لاشخاص اقرباء او اصدقاء، وبالتالي يبدي الطفل يتعلم من الاب. يمكن هذه بدات تقل، يعني بسبب يعني قد يكون الطفل منتهي. يعني دكتوره انت هذا جاوبتي على السؤال اللي داريد اسالك اياه، موضوع الخجل لدى الشباب حاليا. نعم. وعدم زيارة الأقرباء وحضور المناسبات، يعني هذا بصراحة نشاهدها بكثرة. طبعاً. هذا الموضوع لدى الشباب، صحيح. انه خجل، صحيح. انه ما يروحوا بوحده.
قبل عادات وتقاليد انه الطفل يذهب مع والده ويزور صح الاقارب صح ويعيش هذه الاجواء، تكون عنده هناك جرأة، ثقة بالنفس، ارادة قوية وعزيمة. اليوم الانتهاء بموضوع الانترنت وحتى التواصل بين الاقارب اصبح عن طريق التليفون، عن طريق الانترنت، عدم الزيارة ممكن قد يكون الظرف الامني هذا ايضا ساهم بموضوع الاعتكاف. يعني كل هذه الامور ادت بشكل كبير. الحقيقة احنا شلون نقضي على الخجل عند الفرد؟ شلون نقضي على عدم قدرته على التواصل الاجتماعي؟ هناك عدة أساليب، من أدها أنه طبعاً من الطفولة أنه نعلمه أنه يختلط مع الأطفال الآخرين وما يكون منعزل مثل ما تفضلت حضرتك وألعابه لوحده وما يحب أنه يختلط مع الأطفال الآخرين. هذه نحاول أنه نزجه مع مجموعات من الأطفال ويلعب وياهم، هذه أسلوب. أسلوب آخر وجداً مهم واللي يجب مثل ما تفضلت حضرتك يقع على عاتق الأسرة، أنه يجب أن يصطحب الطفل. يعني أنا هو خايف من هذا الموقف، أخليه بهذا الموقف، يعني أرغم على أنه يكون في هذا الموقف، وبالتالي يمكن مرتين أو ثلاث مرات لح يتخطى حاجز الخجل أو عدم القدرة على التواصل مع الآخرين. هذه نقطة كلش ضرورية، وبالتالي هي احنا من نحن انا مثل ما قلت انه من نحن ناخذه الى هذه المناسبات او انه ان نجبره على انه يحضر بعض المناسبات مع العائلة، ايضا تقوي من شخصيته. احنا اللي ما يهمنا انه يكون الشاب في المستقبل هو يكون قوي الشخصية، فهذه من الأساليب الصحيحة اللي يستخدمها الأهل في القضاء على الخجل وعدم القدرة على التفاعل الاجتماعي أو التواصل الاجتماعي، وبالتالي راح تنمي من شخصيته وتقوي من شخصيته في المستقبل. يعني حقيقة لما طرحنا هذا الموضوع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وردتنا بعض التعليقات، من ضمنها تعليق كلش لفت انتباهي وقد يكون بنوع من الأهمية بشكل كبير، أنه أحد الأشخاص حدث عن موضوع القراءة للأطفال قبل النوم، قراءة القصص، نعم، مواضيع معينة. نعم. هذه للأسف يعني بدأت مختفية عن مجتمعاتنا يعني العربية. الغرب لحالها متمسكين بهذه صحيح الأمور، أنه يعودون أطفالهم على القراءة، وأيضا موضوع النوم بحدهم بغرفة منعزلة استقلالية. نعم. منعزلة، وبالتالي متابعتهم والقراءة لهم هذه أيضا تنمي لدى الطفل تقوي من حب القراءة. نعم. تقوي من شخصيته بشكل كبير. هي القصص شنو اللي حتكون المغزى من عندها؟ القصص حتى نعطي بعض الأمثال والعبار والنماذج اللي تكون نتمنى أنه أطفالنا يقتدون بها. كثير من القصص احنا يعني نلقيها على أطفالنا هي اللي حتكون من هذا النوع، فبالتالي هذه راح يبدي الطفل انه تعرف انه النمو المعرفي للطفل بعدها ما مكتمل، يعني مداركه بعدها ما مكتمله، فيبدا يتفاعل مع بطل القصه ويتمنى انه يكون هو مثله، وبالتالي حيقتدي بكثير من الصفات اللي هو سمعها من خلال القصه اذا القتها عليه الام او الاب. فجدا ضروري انه نقوي شخصيه الطفل من خلال يعني هذا اسلوب غير مباشر ممكن انه تستخدم العائله حتى تقوي من شخصيه ابنها، هو عن طريق استخدام نماذج معينه والقاها عليه على شكل قصه. والاهم انه اختيار القصه على القصه ان تكون مناسبه طبعاً. انه القصه تكون بها عبره، بها ايضا عاطفه، احساس، بها صدق، كل هذه الامور توعي بالتاكيد الطفل. اكيد ايضا موضوع اخر هو موضوع احنا نعرف انه الاطفال مولعين بافلام الكرتون ومتابعه التلفاز مع كثره القنوات من مختلف الاشكال، اختيار القنوات اللي تقدم افلام كرتون خلينا نقول هادف جميل، يكون هناك بي قصص خلينا نقول مفيده للطفل، تعلمه كيف التعامل مع الاخرين، كيف التعامل مع الوالد والوالده. ايضا أكيد علينا متابعه الاطفال من خلال متابعه افلام كرتون. بالتاكيد طبعا حلو، يعني نقطه جوهريه فعلا انه الطفل اكثر وقت يمكن يباوع على التلفزيون، يعني فتشغله افلام كرتون حتى افلام العنف. احنا دائما احنا شو نسوي؟ احنا دائما نقول انه افلام العنف ممكن انه يتعلمها الطفل وبالتالي راح تاثر على سلوكه ويصير عدواني ويصير سلوكه عنيف. فالاختيار
الأفلام كرتون المناسبة أو البرنامج المناسب للطفل، اختيار القنوات اللي تكون تبث بشكل هادف لتقوية شخصيته ونموه لهذا الطفل تكون لها دور كبير فعلا في بناء شخصيته. للأسف نلاحظ بالفترات الأخيرة بعض القنوات تقدم أفلام كرتون لا يصلح للأطفال، عنف، نعم، حروب، بالضبط، كل هذه الأمور، بالضبط، يعني حتى الطفل يبدي يقلد هذا الموضوع، بالضبط، مع أخوانه وخلال العراق بيناتهم أنه يحاول يقلد هذا الشيء. إحنا نعرف أن الطفل هو خلينا نقول سفنجة ويلتقط كل شيء، يحاول يقلد. صح. لما يشاهد هذه الأمور بالتلفاز، يعني هو موضوع التلفاز يشده طبعا، وسائل الإعلام لها دور، مجرد أنه التلفاز يشده، بالضبط، نعم، أنه كيف يدخل إلى هذه الصورة ويشاهد هذه الأمور بالتلفاز، كيف كل هذه تبقى عالقة فيه موجودة. طبعا بالتأكيد أنا قلت أنه العنف واستخدام الأسئلة هاي تأثر على سلوكه وسلوكه أدوان، يعني ما يتعلمه بيشوفه يشاهده بالتلفزيون ممكن يروح يطبقه على زملائه برا، وهذه من الأشياء أو الأساليب الخاطئة اللي إحنا نحاول أنه نبعد أطفالنا عنه. فنحاول أنه نختار يعني على الوالدين أنه يحاولون أنه ينبهون أبنائهم أو يحاولون أنه يختارون القنوات اللي تبث برامج أو أفلام كرتون تكون هادفة للطفل وتنمي من شخصيته وتقوي من شخصيته بدل من أنه تعلم الأساليب الخاطئة مثل العنف أو العدوانية. دكتور ذكرتي موضوع مهم، موضوع أنه هناك سلسلة لبناء شخصية الطفل تبدأ من البيت إلى المدرسة، وخصوصا فترة الروضة أو فترة الابتدائية. نعم. يعني ليش ما تكون هناك مثلا مواد تخصصها التربية خلينا نقول بناء شخصية الطفل، تكون مواد نفسية تدرس للطفل؟ نعم. مثل خلينا نقول الإشراف التربوي المهني أو هيك شيء، إنه يعلم الطفل كيف، نعم، يحقق المهنة اللي يريدها أو أين يجد نفسه من بعض المهن. نعم بالتوجيه. إحنا بالضبط، يعني هذا يكون مقارب لعمل بناء الشخصية. صحيح بالفعل. إحنا عادة المعلم أو المعلم إذا كان في الروضة أو إذا كان في المدارس الابتدائية وحتى في المدارس المتوسطة والإعدادية بدأ يعد من الدروس أو المواد الأساسية اللي يدرس هو علم النفس التربوي، يعني كيفية التعامل بالشكل التربوي مع الأبناء. يعني كثير من الدروس التربوية يجب أن يعني بالفعل هو هذا اللي موجود، إنه الواقع يقول لك إنه إحنا من نخرج معلمين مؤهلين لأنه يدرسوا رياض أطفال وكيفية يتعاملون مع الأطفال، هم مهيئين نفس كيفية التعامل مع نفسية هذا الطفل. فهذه مواد تدرس للمعلم وبالتالي حيطبقها على الأطفال سواء في الروضة أو في المدرسة الابتدائية. طيب دكتورة الحديث معك كان شيق، ونتمنى الاستفادة لكل المشاهدين ومتابعينا في كل مكان. كان حديثنا مع الدكتورة آمال إسماعيل اختصاص علم النفس التربوي، وكان حديثنا عن كيفية أو كيف تبنى شخصية الأطفال. شكرا جزيلا لك دكتورة. أما أنتم مشاهدينا فأترككم مع فاصل قصير، من بعد راجين نكمل فقراتنا. نكمل معكم فقراتنا ومواضيعنا المنوعة ومشاهدينا، وناخذكم في برنامج يوم جديد إلى المغرب وكيفية استقبال الفنان نجوى كرم هناك. خلونا نشاهد. الشمس التي أشرقت تحت سماء الدار البيضاء والتي أنجزت نجاحاً كبيراً اليوم، شيء من جديد على نجوى كرم، ففخامة الاسم بتكفي. الشمس التي اعتدنا على دفاها وطيبتها وكبر قلبها، الشمس التي شرفتنا وأسعدتنا
وعلقتنا فيها من الصغر للكبار. الشمس التي لم ولن تغيب عن قلوبنا ولو لحظة. الشمس التي كانت دائما ولا زالت جنبنا ولا مرة خيبت ظننا أو خذلتنا. فصار المغرب بلدا وشعبا عاشقين لها. شكرا للبنان البلد الحبيب الذي أنجب لنا أسطورة نفتخر بها كعرب. حبيبت قدنا الملكة نجوى كرم. كل الفنانين فيهم الخير والبركة ولو ما كانوا بيستحقوا أن يجوا على المغرب لأنه بلد المغرب بتصنف الفن لأنه زواقة بالفن وسميعة. فكلهم عليهم القدر والقيمة وعلى رأسنا. بس صاري المجهود اللي بيعملوه الفاز يعني أنا مش لأن أنا شكتي مجروحة فيكم. فيك تشوف حالي فيها. بس أنا فخورة فيكم. أنا فخورة ورغم هيدا وكله اللي بحب أقوله أنه نتلاقى بس ولا مرة بتاخدوا وجه فيه وما ياه الحمد لله. دايما الكل مسؤول الكل جدي الكل مهذب الكل مرتب وهيدي نعمة الله علي فيكم. وكل ما بيجي برجع بلاقي نفس الاحترام ونفس الهيبة ولا حدا بياخذ وجه بيقول انه انا وكيف بعده الكل بيرجف محبة وهيبة واحترام. فانا بقدر هذا الاحترام اللي انتم بتكنوا لي اياه وانا صدقوني نفس الاحترام انا بحترمكم لانه انتم فرضين احترامكم. الاحترام ما بينطلب من الثاني الاحترام بينفرض فرض ونحن نكنوا الله جمعنا لانه نستهلكوا مع بعض. راح اقولها لانه صارت انه في شيء انا رح اعتبره ايجابي مش رح اعتبره سلبي ابدا مش رح اعتبره نيجاتيف انه رجعت جبت نفس الفستان اللي كنت حابه البسه بالمشوار الماضي بالمغرب بس ما قدرت البسه. شكرا. لا فيه مشكله ما قدرت البسه مرتين شو وبالمغرب لاني ما حبيت البسه بغير مطلع. قلت بدي ارجع هيدا الفستان لاني كنت بدي البسه بالمغرب المره الماضيه لازم البسه بس بالمغرب. تاني مره ما قدرت بسته بالمغرب. انا هي انا هي انا هي الحنوني لما القصه بتوصل لي تعطي حتى عيوني. جمهور المغرب والمغرب كله على راسي هي واستقبالها الرائع وذوق الجميل إن كان بالسمع ولا باستقبال الفن لأنه لما بيجي على المغرب بحس إنه الفن بعده بعافية بالعالم العربي. أول شيء كلنا سوا نقول هابي بيرث داي للجهاد. إذن مشاهدينا من شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم إلى العزيزة جنان فيكتور وحديث عن عالم الأبراج في فقط زودياك. ليكي جو يا جنان. شكرا علاوي اهلا وسهلا بكم وفقره زودياك لهذا اليوم. طبعا اكيد الخارطه الفلكيه شهدت البارحه تغيير واعلنت استقرار الشمس في برج الميزان. برج الميزان برج يتالف من اربعه نجوم وتعتبر هذه الفتره فلكيا فتره بدايه فصل الخريف. يعني كما كان في السابق يعتبرون دخول الشمس حينما تدخل الشمس إلى برج الميزان معنى هذا تعلن بداية فصل الخريف. التنوع اللي تشمل الحياة من فصل إلى فصل ومن جو إلى جو ومن وقت إلى وقت يدعونا إلى أنه نرى ونتأمل أن التنويع والتغيير فضرورة أساسية في الحياة وجوهر الحياة. لذلك يتجدد كل شيء. فإن شاء الله أتمنى لكم حياة دائما متجددة بالأمل والسعادة وترك طريق الأحزان وشون نقول الإجهاد والجهد الفكري وكذلك النفسي.
دخول الشمس إلى برج الميزان هذا يعني تغيير في الخارطة الفلكية، ونقدم أجمل التهاني لكل مواليد برج الميزان في هذه الفترة، نتمنى لهم سنة فلكية موفقة. على الرغم من أنه دخول الشمس إلى برج الميزان يعني هناك حرب للكواكب، لأنه يوجد في مواقع تربيعية كواكب عدة، ودخلت الشمس لكي تزيد من الطين بلة. في الحقيقة وجود الشمس في برج الميزان ما راح يستفيد من مواليد برج الميزان في هذه الفترة بكثرة، لأنه مثل ما ذكرت لكم أكو تربيع فلكي. التربيع الفلكي يقول هناك مجاميع تعتبر بقياس الهندسي اللي احنا درسناه، الأرض هي دائرة ويوجد بها زوايا، هناك زوايا قائمة وزوايا مو واجهة، فهناك أبراج موجودة بالزوايا السلبية وأبراج موجودة بالزوايا المواجهة. إذن دخول الشمس إلى برج الميزان هذا راح يخلي أنه هناك كواكب موجودة في المواقع التي تعتبر مواجهة وكذلك تعتبر تربيعية سلبية. من أين؟ المشتري موجود في برج السرطان وهو يشكل زاوية 90 درجة سلبية مع الميزان. وجود كوكب بلوتو على الرغم من تقدمه قبل يومين وتغيير للخارطة الفلكية يجعل كذلك وجود حالة زاوية تربيعية مع برج الجدي. المواجهة مع كوكب أورانوس المتراجع لغاية شهر تشرين الثاني هذا أيضا رح يخلي وجود زاوية مواجهة في موضوعة 180 درجة. إذن هناك 360 درجة من الضغط على جو الأرض، زادت الشمس يعني تشنج وتوتر. فالفترة الحالية تقول صح أنه الفترة هي فترة فلكية لمواليد برج الميزان، لكن نسبة الاستفادة من عدها راح تكون تقريبا 30 إلى 35%. أكيد أستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم الفلكية حول ما يخص البرج، وكذلك راح أدخل فت فقرة جديدة هي أنه أنطيكم معلومات أنه أكو قسم من الأمراض الجلدية تنصاب كذلك ممكن أنه تنصاب نتيجة للتأثير الفلكي، فأنبهكم قبل وقته. أي اتصال أستقبله وأكون شاكرة إلى حضراتكم. عندي اتصال أستقبله، شهودة، تفضلي حبيبتي شهودة. يعني تجينا على الشاشة. تسلمين يا عمري، أهلا وسهلا بيك، أنت شلونك؟ والله بخير، مشتاقة أمك وخالاتك والأسرة ليش؟ والله في البرنامج ما يحاولوني. لا مو صوت الكنترول حبيبتي يا عمري، مو صوت الكنترول، بالعكس الكنترول متعاونين جدا ويانا، كما يبدو انه اكو اشكال ويا الاتصالات العامه. ان شاء الله نتمنى انه هذا الموضوع يعني نتجاوزه واسمع اصواتكم الحلوه. حبيبتي شلونك؟ شلون والدتك؟ خالاتك؟ صحتك؟ ها شهودة وياي؟ نعم تجينا. نعم. ممكن أريد أعرف مواليد 22/4 يا برج، أريد أعرف التوافق بيني وبين برج الأسد. 22/4 مع الأسد التوافق. ونسبة الحب بيناتهم والخيانة. الحب والخيانة. وتحياتنا لك حبيبة قلبي اللي شفتك معنا. حبيبتي يوم، تسلمين يا هلا، كل الهلا بيك، شاكرة لك ولمشاركتك عزيزتي شهودة. طبعا أجي أتكلم أيضا لأنه الخارطة الفلكية هذه راح تبقى مدة 30 يوم، ووجود الشمس في برج الميزان يعني هناك
تغيير في أمور كثيرة بالنسبة لكل الأبراج، لأنه برج الميزان يمثل فد نقطة معينة لبقية الأبراج، كل برج يمثل لبرج الميزان شيء ما، فيجب أن ننطي عناوين لهذا الشهر في هذه الفترة. فالقمر موجود في برج الثور، والبارحة استعرضت التوقعات الفلكية لوجود القمر في برج الثور، ما زال موجود، راح يبدي بفترة خلو مسار إن شاء الله، بكرة راح يستقر في برج الجوزاء ساعة 7:35 حسب توقيت غرينتش، يعني إحنا وراها تقريبا بساعتين. على هالأساس بعد القمر موجود في برج الثور، وبعد ذلك راح يبدي يدخل عصر هذا اليوم إلى المغرب إن شاء الله، راح يدخل خلو مسار أتكلم عنه إن شاء الله بكرة. هاليوم نتكلم عن ماهية دخول الشمس إلى برج الميزان وما تأثيره. هذه تسمى عناوين الشهر لأنه الشمس لها تأثير وتناغمها مع بقية الكواكب في شلون نقول في الخارطة الفلكية. ومعي ملاك، تفضلي يا ملاك. ألو، صباح الخير سيدنا. صباح الورد والعافية حبيبتي، شلونك؟ حبيبة قلبي. الله يرضى عليك حبيبي، أنت شلونك؟ والله مشتاقة لكم كومات حبيبتي. يا عمري الله يسلمك حبيبتي. أسأل عليك وعلى على أسرتك، أنت شلونك؟ شلون صحتك؟ والله زين الحمد لله، بس حبيت أسمع صورك وأسلم عليك، وأريدك تقولي لي على برجي بصورة عامة. بصورة عامة، حاضر حبيبتي، بصورة عامة. تدللين ملاك، شاكرة إلك ولاتصالك. ومعي حبيبتي حوراء، تفضلي يا حوراء. ألو حبيبتي، تفضلي. صباح الخير. صباح حبيبتي. الورد، يا هلا هلا بحوراء، شلونش عيني؟ شلوني تنورة. يا عمري أنت الله يسلمك، النور بوجودكم ومشاركتكم، أهلا وسهلا حوراء، تفضلي. الحمد لله، يا هلا كل الهلا يوم، تفضلي حوراء. ممكن أعرف 23/9 أي؟ 23/9 أي؟ أعرف عن أريد الدراسة. الدراسة، هاليوم عيد ميلاده هذا؟ من هو؟ من هو هذا اليوم عيد ميلاده حوراء؟ أنا واحد. حوراء، من اليوم عيد ميلاده؟ أختي. ها؟ حبيبتي أختي. كل عام وهي بخير، سلمينا عليها وهنيها. اي حبيبتي كل تسلمين. وبعد منو هذا ابو الالفين؟ اخذ البرج الثاني. اي حبيبتي قولي، تفضلي حوراء. 5/6/2007. الشخصيه حاضر، تدللين حبيبتي. حاضر حاضر، 5/6 بالتلحته. حاضر حبيبتي، شكرا لك ولاتصالك حوراء حبيبتي، اهلا وسهلا. طبعا اكيد اجاوب عليكم، لكن بعد ما انطي عناوين شهر دخول الشمس الى برج الميزان الذي سوف تمكث فيه لغايه يوم 23 من شهر 10. اكيد بالنسبه الى مولود برج الحمل، ماذا يقول لك مولود برج الحمل ودخول الشمس إلى برجك؟ هناك خطوبة أو زواج. كثير من مواليد برج الحمل وكذلك برج الميزان، برج الحمل وبرج الميزان رح تكون فترة بالنسبة لهم يقررون الارتباط والزواج، الخطوبة والزواج. قد نسمع كثيرا عن تقرير قسم من الرجال لمواليد برج الحمل، أو حتى النساء ممكن أنه يكون لهم في هذه الفترة خطوبة وارتباط، وهذا فشيء حلو في هذه الفترة، وزواج. لكن بنفس الوقت هذه بالنسبة لمن؟ للعزاب. خلصنا من الستاف مع العزاب، نجي إلى ستاف المتزوجين. المتزوج شوية يكون أكثر صبر في التعامل مع الشريك،
لأنه الفترة نوعا ما بها شيء من التشنج الفلكي، فحاول قدر الإمكان أنه تكون أكثر صبر مع شريك العمل وشريك العاطفة. شريك العمل وشريك العاطفة يحتاج من عندك أنه تكون قلبك كبير وواسع، انفعالاتك اللي هي جاية من طبيعتك العاطفية، حاول أنه في هذه الفترة مولود برج الحمل أنه تكون هادئ مستقر. مهما كانت استفزازات شريك العمل وشريك العاطفة، حاول قدر الإمكان أنه تعالج الأمور بهدوء مطلق. عندي الأخت أم مرتضى من النجف، تفضلي حبيبتي. صباح الخير والعافية أخت جنان. يا هلا كل الهلا، صباح الخيرات عليك يا عمري، تفضلي أم مرتضى. أنا صديقة البرنامج ومن المتابعات جدا لك، يعني يمكن أول ما سمعت بالبرنامج لحد الآن جاي أتابعك. كل الهلا بيك، شاكرة لك ولمتابعتك، أهلا وسهلا. بس بدي أعرف برج ابني هو 18، يعني برج الميزان. نعم 18/2005. الله يخليك. من ناحية الدراسة والصحة، يا ريت يعني لو تحكي عنهم أكثر شيء. الصحة. والشيء الثاني عن برج القوس من ناحية الصحة أيضا والحالة المالية، بس عندي شوية عتب عليك، دائما متى من برج القوس يعني حصة الأسد للأبراج الأولى والقوس وذني الأخيرات يعني خليك ما تحكين عنهم. حبيبتي حقك علي، حقك علي يا عمري، تدللين تدللين. الله يخليك جميلة حبيبتي، تدللين. شاكرة لك حقيقة بالعكس حبيبتي، هذا تعبي فرح وراحة حينما أتواصل وياكم، أنتم أحبائي وأعزائي دائما. شكرا لك حبيبتي ولاتصالك أم مرتضى. أجي الآن إلى مولود برج الثور، أتصور ما رح يبقى لي وقت، أي فخليني أجاوب على المتصلين وإن شاء الله أتكلم بكرة عن ماهية تأثير أو دخول الشمس إلى برج الميزان. شهودة من بغداد تقول 22/4، حبيبتي مولود 22/4 هو مولود برج الثور مع الأسد، التوافق ونسبة الحب والخيانة. طبعا مولود برج الثور ومولود برج الأسد يعتبر قوة الجذب المغناطيسي الموجودة بين هذين البرجين قوية جدا جدا. مولود برج الأسد شخصية مؤثرة، ومولود برج الثور شخصية مؤثرة أيضا. المسألة هنا اللي تحكم هي أنه الاثنين أصحاب شخصية قوية، وخصوصا مولودة ب 22/4 شخصيته تكون قوية جدا مؤثرة، وشخصية برج الأسد أيضا شخصية قوية مؤثرة، فرح يصير هنا أنه شخص يريد يفرض شخصيته على الآخر. هذا المنطلق اللي رح يصير شلون نقول موضوعة الخلاف. في لو حال يعني في حال لو مواليد المجموعة يعني واحد مثل يقول وقت الشد يرخي والثاني وقت الشد أيضا يرخي، ممكن أن تمشي الأمور بطريقة جيدة. بالنسبة إلى نسبة الحب، أكيد موجودة مغناطيسية كبيرة بين هذين البرجين، نسبة الحب 75% قياسا ب 90%، لأنه إحنا أنطيكم معلومة في الحسابات دائما ما ناخذ 100%، أنا بحساباتي ما أخذ 100% لأنه أجي إلى المنطق، المنطق ماكو شيء 100%، بس الرب سبحانه وتعالى 100%، فأكو 90% نجي نحسب نسبة الوضعية أحطها 90 إلى 95%، فتعتبر 75% درجة جدا جدا كبيرة نسبة الحب. نسبة الخيانة بالوقت الحاضر تقريبا عندنا 15%، 75% حب 15% خيانة. إذا خلي يرتاحون الطرفين، لأنه ماكو خيانة من الطرفين، يعني أكو نسبة حب ولما يتواجد الحب ماكو خيانة.
أوكي حبيبتي. والتوافق موجود، لكن لو الطرف واحد من الأطراف شوية يرخي ما يشد بمواضيع معينة إن شاء الله ماكو أي مشكلة. حبيبتي أتمنى لك وأتمنى لهم التوفيق، وتحياتنا لك والأسرتك حبيبتي شهودة. ملاك من بغداد، حبيبتي ملاك أنت مواليد برج الحمل، وتقول لك الشمس تهمس لك بأشعتها الدافئة، وتقول هذه الفترة مولود برج الحمل احتمال خطوبة وارتباط، فيمكن نسمع هذه الفترة فتشي حلو إن شاء الله، أو إذا يعني تأخر شيئا ما فأكو قوة أواصر وروابط بين الطرفين، يعني الموضوع نسبة الحب راح ترتفع أكثر من الوقت السابق، فعلى هالأساس راح تكون الفترة إيجابية من هذه من الناحية العاطفية. المطلوب من عندكم فقط كمواليد برج الحمل شوية موضوعة الصحة تنتبهون إلها. ليش؟ تأثير الشمس مع كوكب عطارد ايش راح يسوي؟ اثنينهم راح ينزلون على الجهاز العصبي الموجود في جسم الإنسان، وخصوصا مولود برج الحمل. مولود برج الحمل إنسان مثل الطفل، تلقائي لطيف، من يصير عصبي اللي بقلبه على لسانه، ففي بعض الأحيان يتخذ مواقف قد ما تكون عقلانية، يعني من حالة عاطفية صار عصبي قال أنا خلص بعد ما أريد أو شيء، لا التجئ إلى موضوع العقل، انتبه إلى موضوع الصحة، أكلكم شوية تحاولون أنه في هذه الفترة يعني شلون نقول تنظموه. إن شاء الله بكرة راح أنطيكم المواليد برج الحمل فد خلطة سرية للمرأة تنطيها فد لمسة جميلة للوجه، لأنه أكيد في تلك الفترة كانت تعبانة، تلاحظ أنه أكو فد شحوب على كثير من وجوه مرأة الحمل، أكو فد خلطة حلوة إن شاء الله بكرة أنطيكم إياها تخلي النظارة تبدو أكثر. الفترة اهتم بها شوية بصحتي، ما أصير عصبية، احتمال ورود خبر سار نسمع أنه أكو فد خطوبة أو ارتباط أو زيادة أواصر محبة، فهذه الفترة حتعتبر بالنسبة لكم عاطفية حلوة. الأخت حوراء، مع أمنياتي لأختك العزيزة بصحة وسلامة، أتمنى لها الخير والموفقية وعيد ميلاد سعيد، بوسيها مكاني وقولي لها كل عام وانتي بخير حبيبتي، مولودة برج الميزان بالنسبة إلى الدراسة. ماكو فتشي عرقل حبيبي، ماكو أي شيء عرقل. راح تدخل الوجود هسه حاليا الزهرة في بيت المال والأرباح تفيد مولود برج الميزان، راح ينتقل بعد ذلك إلى برج القوس، فراح يخلي مولود برج الميزان يشعشع، يعني راح يكون إنسان مؤثر وقادر، كذلك إمكانيته العقلية وإمكانيته التفاوضية راح تكون قوية جدا، فلا تخاف في هذه الفترة على موضوعة الدراسة، إن شاء الله راح تكون موفقة حبيبتي، أرقامها حلوة، إنسان رقمها الأول يقول إنها ذكية، 23 رقم 5، وعلى الرغم من أن الزهرة هو رقم 6 وهذه السنة رقمها 6، لكن 5 يعني الشطارة والذكاء. حبيبتي لو شديتي على موضوع الدراسة ممكن توصلين إلى مراحل متقدمة وتكونين إنسانة مؤثرة جدا في المجتمع. استغلي ذكائك يعني الدراسة ماكو عليها أي إشكال. بالنسبة إلى 5-6 تسألني عن شخصيته، 5-6 مولود برج الجوزاء. رقم الأول 5، وهسه دا أقول رقم 5 إنسان ذكي، إنسان ذكي، لكن الشيء اللي عنده هو أنه راح يكون إنسان شوية محسود، ففي هذه الفترة يعني يكون متعرض للعين، أو إحنا بالعربي نقول نجمة خفيف، دائما في أيام معينة يعني تقرأ لأذكار أو شيء من هالقبيل، لأنه راح يكون محسود من قبل الآخرين. شخصية جذابة، لبق، متكلم، مثقف، منفتح،
بنفس الوقت عصبي، عنده شيء من العصبية والعناد، كسل أكو شوية في أحيان معينة، يحب الاتكال على غيره، لكن بنفس الوقت هو يحب أسرته بشكل مو طبيعي، منفتح، يحب السفر، يحب الثقافة. لو شلون نقول شجعتوه على الدراسة أو الثقافة، إن شاء الله راح يكون وضعيته يوصل بالمجتمع هذا الشخص، لأنه ذكاء كلش قوي، وبرج الجوزاء من يمتلك الذكاء يصل إلى مراحل معينة ويكون من المشهورين. شدوا عليه، الله يحفظه ويخليه وينطي الصحة والعافية إن شاء الله، ويخلي كل أولادنا. أرجع إلى الأخت أم مرتضى، 18 الدراسة والصحة. تكلمت عن مولود برج الميزان وسألتني أخت عزيزتي حوراء، قالت أني مولود برج الميزان. مولود برج الميزان دراسيا ماكو عليه مشكلة، المشكلة اللي عنده كرقمه يقول أنه هو أول شيء شخصية قوية وعنيدة. عنيدة شنو؟ يعاند على مبدأ، يعني مو عنيدة أنه راح يعاند على فد شيء غلط حشاء أو فد شيء، لا، شخصية عنيدة على المبدأ. رقم 8 يعني أنه هو إنسان مضحي مثابر، يحصل على الشيء لكن بعد جهد. يوصي بهذا الشخص أنه يجتهد، راح يوصل إلى مراحل، نتيجة جهده سوف يحصد ما يزرع. الرقم 8 كتأثير زحل، أحياناً عقله ينطي أكبر من عمره، هذا يعني أنه ما ينخاف عليه من هذه المواضيع، يحتاج لفقط إلى تشجيع. أحياناً تلاحظي أنه يصير عنده فد شيء من عدم الرغبة والاكتئاب وما يعجبه، وأحياناً لا تشوفي مثابر ويعني يريد يدرس. هذه الفترة أتمنى من عندك أم مرتضى أنه تشجعي على الدراسة، هذا الإنسان رقمه حلو وشخصيته حلوة وراح يكون إنسان ناجح بالحياة، شدي عليه على موضوع الدراسة بالتشجيع لا بالضغط، لأنه هو راح يكون إن شاء الله جيد. بالنسبة إلى الصحة، أكيد هذه الفترة لأنه دا أتكلم عن التربيع الفلكي واللي دا يصيب مواليد برج الميزان خصوصاً بالأيام الأقل حظاً، أكو فترة راح تجي إن شاء الله راح تكون حلوة، فتكم يوم إن شاء الله يبدي شوية شوية يسترجع صحته، لا تخافين حبيبتي من هذا الموضوع. بالنسبة إلى مواليد برج القوس، الصحة والمال، أكيد المال مكتوبة لكم حوالي 5 أشهر راح تكون وضعكم المالي جيد جدا، راح يبدأ من شهر 11 وراح تدخل الزهرة إلى برج القوس، هذا راح يرفع من موضوعة أولا تماثل جميع مواليد برج القوس إلى الشفاء، لو استطببتوا وأخذتوا كذلك موضوعة الأعشاب. إضافة إلى هذا، وضعكم المالي رح يبدي بالازدهار إن شاء الله بعد كم يوم، تشرين الأول رح تدخل الزهرة إلى برج القوس، فرح تعزز من وضعه. 5 أشهر رح تبقى الزهرة في بيت المال والأرباح، فوضع مولود برج القوس رح يكون إن شاء الله جيد جداً. هذه الفترة يحتاج من عندنا صبر، وإن شاء الله بعد ذلك راح تكون الفترة جيدة جدا لمواليد برج القوس. أرى حبيبتي زهراء داخلة ومنورة الاستوديو، معنى هذا أنه فقرتي خلصت، أتمنى لكم الخير والموافقية. بكرة نتكلم عن ما هي دخول الشمس إلى برج الميزان، انتظروني. شكراً لجنان دكتور النور نورك، وانت دائماً منورة، ونتمنى الحظوظ السعيدة والطيبة لكل مشاهدينا، وأيضاً نتمنى لكم نهار سعيد وأوقات ممتعة مع باقي برامج شاشة الرشيد الفضائية، لأن بهذا الوقت انتهت رحلتنا الصباحية بكل ما قدمناه من فقرات مواضيع تقارير، نتمنى أن نكون وفقنا في الختام. تقبلوا تحيات فريق عمل يوم جديد، في أمان الله.